أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أوروبا والدول المتقدمة الرئيس هناك بشر يخطئ ويصيب، إنسان عادي جدا ممكن الحقيقة يروح السوبر ماركت وعنده زوجة وأولاد أو ما عندوش، بس بني آدم لا إله ولا ابن إله، ومش شرط على فكرة يعرف كل حاجة في وظيفته، حتى وظيفته كمان خادم للأمة مش فرعون. فرعون يطلع عليها كل حاجة. ده تخيل حضرات، تخيل يا مؤمن. ممكن أقعد؟ خلينا أقعد عشان بس أحكي لك حكاية كده لطيفة جدا. تخيل إن عندنا العيال في مصر، معرفش ده بيحصل في الدول العربية ولا لأ، بس عندنا العيال الشباب بنات وولاد في مصر المحروسة، لما الواد يبقى خريج مدرسة لغات يعوج لسانه، يقولك مين كيرم والحاجات دي، تخيل وتيجي تنطق قدامه يموت من الضحك، يقع على ظهره من الضحك، ايه ده الانجليزي الوحش ده؟ خش بقى على الفرنساوي بقى، خش بقى يا مومبي على الفرنساوي. تخيل انت لما واحد امه فرنسية وابوه فرنسي واتولد في فرنسا، ومش بس كده ده كمان رئيس فرنسا ماكرون، يطلع عيل من مشاهير السوشيال ميديا يعمل له اختبار في اللغة الفرنسية، لأنه مش إله وبرضه مش خريج الـ AUC عندنا، يعني الحاكم عندهم عادي بشر. تخيل واد يطلع يعمل له تيست في اللغة الفرنسية. إنما دي مشكلة كبيرة، بس المشكلة الأكبر بقى أن ماكرون يسقط في الفرنساوي، وعادي الواد يذيع الحلقة جدا عادية جدا ويطلع يذاعها للناس، والناس كر ضحك بقى، محدش قال انت بتسيء لسمعة فرنسا بلد الجن والملائكة، محدش قال له وانت مين يا دي اللي عمل، محدش قال له يا خان الوطنية وشك في الحيط وقفك ليه. الواد ذاع الخبر، محدش قال نشر أخبار كاذبة. انت لو كلمت على الجعر بقى، جعر مين؟ انت لما بتتكلم على بنت الجعر التاني بيزعل ويتقمص ويروح يشتكي. انت متخيل ولد فرنساوي عمل تيست لماكرون وسقط ماكرون في اللغة الفرنسية في التيست، والولد زعل عادي جدا. عزيزي المشاهد في الحتة دي من الكرة الأرضية اللي اسمها الوطن العربي، تخيل الفيديو اللي هتشوفه ده فيديو حقيقي على فكرة. تخيل بص الخبر اهو عشان بس تصدق ان الفيديو حقيقي. اللعنة، ايمانويل ماكرون يرتكب سلسلة من الاخطاء الفرنسية، هذا الفيديو سيذهلك والنبي يذهلني انا. في 5 اكتوبر تم عمل اختبار لايمانويل ماكرون لمستواه في اللغة الفرنسية من قبل واحد من المنشئ المحتوى. للأسف رئيس الجمهورية اخطأ عدة مرات. تتمتع اللغة الفرنسية بالعديد من الخصائص التي قد تكون مضللة في بعض الاحيان، ومن المؤسف أن إيمانويل ماكرون اكتشف ذلك مؤخراً على حسابه لسبب وجيه، أنه في يوم 5 أكتوبر، مش 6 أكتوبر بقى، 5، أتيحت الفرصة لرئيس الجمهورية للتحدث مع صانع محتوى اسمه لويك سوبرفيل. خلال هذه المقابلة قام المؤثر باختبار رئيس الدولة باستخدام تمارين باللغة الفرنسية، لم ينجح فيه زوج بريجيت ماكرون أستاذة الأدب السابقة. يعني مراته، هم ليه جابوا سيرة مراته هنا؟ لأن مراته أستاذة أدب. أما ليه؟ تدرس فولتير والناس دي. تخيل الأباحة وقلة الأدب. أنت معايا يا عبد المنعم أفندي؟ لما عيل صغير ابن امبارح يهين رئيس الجمهورية ويعمل له اختبار في اللغة الفرنسية، الواد ده ما ترباش على فكرة. الواد ده عيل ناقص ربا، لأنه لو كانت ربا كويس كان يعرف أنه بيكلم رئيس فرنسا. طب خلاص عملت الفيديو تذيعه؟ ده كلام. عزيزي المشاهد في الوطن المنكوب، جتنا نيلة في حظنا المنيل. والله يعني تخيل ولد صغير يجيب رئيس الجمهورية ومرمط بيه الأرض كده، والواد عمال وبعدين دخل فيه بوس بأحضانه بتاع، وبعدين مفيش بقى حراسة والحاجات دي، واوعى ولا واتكلم كويس ونزل ايدك وانت بتتكلم، وارفع حاجبك لفوق، نزل حاجبك لتحت، قول للرئيس اللي انت عايز تقوله، ما تضحكش عادي.
وده ماكرون بس طلع من امبابه عندنا يعني عادي يعني، وطلع مدارس حكومه زي حالاتي عادي جدا. قيس على ده بقى كل على الموقف البسيط ده حاجات كتير جدا. قيس عليها بلدنا قرارات بقى بتاخدها مؤسسات مش فرد، مش فرد، برلمان بيحاسب الرئيس، صحافه حره، شعب واعي ممكن يرمي الملك بالبيض. تشارلز يا عيني كان طالع لسه ورور كده من الكنيسه فرحان بالتاج، الواد لهفه بالبيضه في وشه عادي جدا. لكن في بلدنا الزعيم لا 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 بيبقى جعر. ايوه قبل الزعامه بيوم جعر. ما تفهمش ايه اللي حصل، اول ما دخل الزعامه بقى اله او نص اله. يعني هو كان قبل الزعامه عادي جدا، الدبان بيجي على وشه والناس بتخبطه بالكتاف وهي ماشيه، وممكن يجيب شويه طماطم يقع منه في الشارع ومدهول. انما اول ما يستلم مقاليد الزعامه على طول يبقى نصف اله. بلدنا حاجه تانيه، بلدنا الزعيم بيفهم في كل حاجه، انما انت كمواطن مش لازم تفهم. ما انت تربيت على كده يا ات. انت امك لا مؤاخذه الست والدتك مش ساعات كانت تقول لك روح شوف خلي بالك من اللي في الفرن، وانت ما تعرفش اللي في الفرن ايه اصلا؟ مش حصل ده معاك؟ مش حصل ان امك خليتك بتتفرج على ماتش وقالت لك روح افتح الباب، انت ما تعرفش مين اللي على الباب بقى، وافتح ليه دلوقتي الباب؟ بس روح افتح الباب. عادي جدا، مش من حقك تفهم. ما انت تربيت كده، تفهم ليه؟ مخك ده اركنه لحد ما اقول لك شغله امتى. مش من حقك تفهم لاننا كمان مش عندنا امك وابوك، عندنا رئيسك. رئيس بيفهم في كل حاجه، هو بس اللي بيفهم. وربنا بس بيحاسبه هو. ادي الشعار بتاع عبد الفتاح السيسي، ده مش كلامي. ليه مش لازم السيسي يتحاسب غير قدام ربنا بس؟ بينما الموظف يتحاسب بالقانون. المواطن لو كسر اشاره في الشارع يتحاسب بالقانون. المواطن يتهم بسرقه طيار ويتشانير بالقانون، الا السيسي ربنا بس اللي يحاسبه. السؤال ليه؟ 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 ليه انت الوحيد اللي ربنا هيحاسبك بس؟ ولو الحكايه هتمشي كده طب ما نمشيها احمدي بقى. ما كل الناس يحاسبهم ربنا، بلاها قوانين، بلاها تشريعات، بلاها اجهزه رقابيه، وكلنا بقى بالحب كده اتجمعنا وخلاص. ليه انت الوحيد في الدوله دي اللي هيحاسبك ربنا بس؟ عشان انت بطل يعني؟ انت عايش الموضوع قوي ليه كده؟ انت ليه مأفور قوي كده؟ انما الحقيقه السيسي لخص كتالوج حكمه في عبارة واحدة بس، إن هو صاحب القرار، وإن الشعب مش لازم يفهم. الشعب ده زيك زي مش القائد، يا دي أنت مش القائد المدير بتاعك. مش ساعات يقول لك ساعات يقول لك أنا بابي مفتوح لك في أي وقت، تيجي تخش له يقول لك بالنص كده الوقت ضيق خلص، عايز تقول إيه؟ هي كده. أنت مش لازم تفهم. الشعب مش لازم يفهم أي قرار للسيسي في الأمن القومي، حتى لو قراره ده ودانا في داهية، وصلنا من اطمنوا وما تقلقوش للشح المائي بسبب بناء مشاريع غير مدروسة، وبسبب قول والله العظيم أقول الحق أو قول والله العظيم ما هضر مصر. حبيبي مش لازم تفهم، أنت مش لازم تفهم. هو أنا هقول لك على حاجة، مش ابوك كان ساعات ياخدك مشوار يقول لك بص اللي انت عايزه اللي في نفسك اختاره، فانت تختار حاجه يقول لك بلاش دي؟ ما انت ايه اللي في نفسك؟ مش لازم تفهم وقال لك لا ليه؟ مش لازم تعرف حاجه، مش لازم تعرف اننا في ذكرى اكتوبر المجيد واللي في الوقت السيسي بيحتفل بيه عندنا أسرة مش عارفين عنهم حاجه في السودان. مش لازم تفهم يا عزيزي. بتحك في اكتوبر اللي انت كنت تبعت فيها جوابات غراميه. بتحك في اكتوبر ليه؟ بالك من اكتوبر انت؟ وبعدين طلع تحتفل بابطالنا وناسي ان لينا شباب مصريين اسرى لدى الدعم السريع في السودان. الا هو انت ليه بتستخدم الناس قوي كده؟ ليه بتستخدم الناس بالشكل الغبي والسخيف ده؟
هو انت ناسي ان في جندي حفرنا عشان التفريعه لقينا بقايا رفاته وبطاقته ورقمه العسكري، عملت لاسرته ايه؟ بس يطلع، ودي ابشع حاجه في البشر، انك تستغل ابطال عشان بس تعمل لقطه عليهم ان احنا ربنا هيكافئكم. انت بتحك يعني؟ طب والاسرى المصريين اللي في الدعاء اللي في الدعم؟ اهو الخبر اهو، بيان جديد للدعم السريع يحذر القاهره ويتحدث في قناة الحرة الأمريكية ويتحدث عن ضبط مقاتلين مصريين. الأسرى بتوعنا دول. الله، طب بلاش يا عم، بلاش يا عم، سيبك من اللهجة دي. الجنود بتوعنا اللي اتقتلوا على الحدود، على حدود رفح، على المعبر اللي قتلتهم إسرائيل، ما جبتش أهاليهم ليه وعملت مشهد وفيلم زي اللي أنت عملته؟ ليه؟ إنما ما تفهمش، ما تفهمش وليه جايبين كل السلاح ده طالما لا بندافع عن نيل ولا عن جزر ولا عن حدود ولا عن شهداء؟ ليه اشتريت بكل الأموال دي سلاح؟ وهو طالع بيقولك وبيقولولي بتجيب سلاح ليه؟ لسببين مالهمش تالت. أول سبب إن دي سمسرة. أنت عارفين الراجل ده بيسمسر في السلاح؟ بياخد عمولة. تاني سبب إنه ده بيشتري بيه تأييد الدول الغربية. انت لما تشتري سلاح من فرنسا والحتت دي، الرئيس الفرنسي او الالماني او غيره مصانعه بتشتغل، دخل البلد يعني الشعب يرضى عنه، فالشعب لما يرضى عنه فماكرون يفضل موجود ومش عارف مين في المانيا يفضل موجود، فبالتالي هو يدعمه. يعني شراء السلاح في العالم العربي العظيم هو دول الهدفين بتوعه، انه بس اصل هتقول لي تم السعوديه اكبر دوله بتشتري سلاح، مش السؤال بقى هتعمل بيه ايه؟ لا، هو السؤال هي ساعة ما تيجي حرب السعودية هتستخدم السلاح ده؟ الكلام ده تقوله عند ام لطفي او عند انشراح، لان السعودية فيها قواعد امريكية هتحارب بالنيابة عنها، ما تقلقش. اوعى تنسى ترامب لما قال للملك السعودي بالنص كده، انا لو طنشتك 3 اسابيع هتتشال من العرش. ما تقلقش قوي كده. هو اللي بيخبط في الشعب السوري كان بشار الاسد ولا روسيا؟ روسيا. الناس دي في ناس بتحارب بالنيابة عنها، إنما السلاح ده بنشتريه عشان فيه جنرالات بتسمسر، وفي بقى تأييد من القوى العظمى صاحبة السلاح ده إن أنا أفضل قاعد بس. قيس على كده كل حاجة بقى، أنت مش لازم تفهم حاجة، أنت بتبقى، بقول لك بتبقى قاعد تتفرج على الماتش وأمك تقول لك اجري بسرعة ارمي الزبالة. ليه بسرعة؟ هي الزبالة عايزة تخرج تتمشى؟ ليه بسرعة؟ هرميها بعد شوية، بسرعة دلوقتي. ليه دلوقتي؟ مفيش مشكلة خلاص. هي انت ما تفهمش. قيس على كده كل حاجة في الامن القومي، تيران وصنافير لفيلادلفيا، الخ الخ الخ. انت مش من حقك تعرف، مش من حقك حتى تسأل، انت لسه صغير يا عبيط. اهو الجراف اهو، اتفضل يا بيه. مش لازم نفهم. الدليل المريح للتعامل مع سنين حكم السيسي في الامن القومي، مش لازم نفهم، هو راح وقع سد النهضة ليه؟ لماذا تنازلنا؟ مالكش دعوة، هو يعلم ما لا تعلمون. مش لازم نفهم لما تنازل عن الجزيرة تيران وصنافير للسعودية ليه؟ عشان أمه قالت له، مالكش دعوة بقى. مش لازم نفهم تنازلنا عن حقوق الغاز في قبرص واليونان وإسرائيل، كان بيكيد في تركيا بس دلوقتي هم حبايب. بس انت مش كنتش لازم تفهم وقتها، انت لسه صغير. مش لازم تفهم سايبين اسرائيل تقتل جنودنا في معبر رفح ليه من غير رد؟ برضه ما تسالش، عيب. الحاجات دي بيتكلموا فيها الكبار، وايه اللي قعدك مع الكبار؟ مش لازم نفهم سايبين حميدتي يأسر جنودنا من غير رد او معلومات، مش لازم تعرف برضه، عيب. ده كلام بتاع الكبار، اما تكبر هنقول لك. مش لازم تفهم ليه الجيش شغال في الاقتصاد وسايب الحدود، مش لازم تفهم. يا أخي أنت عبيط ليه؟ ارتاح. احنا هنا في الدول المتخلفة مهمتنا نريح المواطن، نريحه من الفكر أنه يفكر ويسأل، أو نريحه خالص نديله الفيزا بقى للآخرة. أما في العيشة والاقتصاد وحياة الناس ماشي بقى نفهم. لا، مش من حقك تفهم، مش من حقك تفهم خالص. أنت بتبقى طالب أوردر من بره وبعدين الاوردر يجي امك تقول لك ليه؟ ما انا عامله اكل.
ما احنا حدش قال لي مالكش دعوه. انت سالت؟ ما انا لو سالت هتخبطيني بالحله، مش مشكله، كنت تسال الاول. مش من حقك تفهم ليه الدعم اترفع عنك، وايه شروط الصندوق الجديده اللي هترفع العيش والكهرباء والوقود تاني. ادي الخبر اهو، اتفضل يا بيه، قابل وقعد. استجابه لصندوق النقد، مصادر الحكومه المصريه تستعد لخفض جديد في دعم الخبز وزياده اسعار الوقود والكهرباء. مش من حقك تسأل. شوف بيقول لها ايه؟ انت مرتبطة؟ اصلا انا برتبط في اي وقت. يا عم انت هتجيلي الكلام ده؟ مش من حقك تفهم. انت بص، انت خش بلدنا وسيب نفسك بقى. بص وانت سايب ايدك كده همرمطك. مالكش دعوة، انا هخليك تلف حول نفسك. مش انت عايز تلف حول نفسك؟ دي مهمتي انا. دي مهمتي انا. القائد مش ساعات يقول لك انا عايزك تبقى مرن، تاخد قرارك في الوقت الحازم الصحيح. تيجي تاخد القرار يقول لك الله انت ليه ما رجعتليش يا بني ادم؟ ما انت قايل لي اكون مرن. مش من حقك تفهم. ولو اتكلمت يتشال صوتك وكلامك حتى لو كنت وزير سابق وتبع النظام. ظريف يا عمرو قوي، غريبه غريبه ومش غريبه، ده محمد منير زمان. وبعدين الدكتور جبنا جودة عبد الخالق ده كان تبعكم، ده وزير التموين بعد الانقلاب. ده جبنا جودة عبد الخالق ده قعد وقت كبير جدا يعني. ايه ليه زعلانين منه دلوقتي وتشيلوا الحلقه؟ مش بس كده، ده انت مش لازم تفهم كمان خالص وتشيل الفاتوره. يعني انت تدفع بس. انت مهمتك نحلبك. نقول طور يقولوا احلبوه. طب ده طور يتحلب ازاي؟ نحلب ابوه. تدفع الفاتوره حتى لو السيسي كان سبب فيها. ايوه امال، امال تبقى وطني ازاي؟ يالا ازاي تبقى وطني وانت ما بتدفعش ثمن اخطاء الزعيم الذي لا يخطئ ابدا، زي ما بيقول الموقف المصري اهو عن سبب ازمه الوقود. الرئيس يتساءل الدولار غلي ليه ونحن نجيب من المسؤول؟ افضل رد على كلام الجعير هو بيانات مشروع موازنة 24-25 اللي بتوضح انه اقساط وفوائد القروض بتمثل 62%، مش الفويل، اقساط وفوائد الديون 62% من اجمالي استخدامات الموازنة العامة، 62% من اللي بتصرفه البلد رايح على خدمة الدين، وده اللي خلق نزيف دائم للدولار. يعني لكنك تتخيل انه مع كل موازنة خلال 10 سنين بس من 13-23 مصر دفعت كم مليار دولار خدمة ديون، مش المزيل العرق. بأي معيار استثماري اللي حصل أقرب للخسارة صافية ما عدا بالفعل بعض المشروعات الضرورية، خصوصا أنه غالبية القروض دي لم يتم استثمارها في أي قطاعات إنتاجية توفر من الاستيراد، ولكن اتجمدت المليارات دي في أسفلت وأسمنت مش الفويل. وحاليا الدولة دخلت دوامة ترقيع الديون وبتقترض عشان تسدد قروض قديمة، وده اللي رفع أسعار المنتجات لمستويات قاسية في ظل تفضيل الحكومة سداد الديون الخارجية على حساب استيراد الحاجات الأساسية للدولة، وبالتالي بترتفع أسعار المستوردات بفعل نقص المعروض منها. كل ده لأنه الجعير قرر وحده أنه ينفق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية بدون ما ياخد رأي المصريين اللي بيدفعوا ثمن القروض دي على هيئة غلاء وضرائب إلى ما لا نهاية، وفي الآخر بيحملهم المسؤولية عن الأزمة على رأي السيسي بقى. ده انتوا ما تعرفونيش صحيح. مش من حقك تفهم، مش من حقك تعرف، مش من حقك تعرف أي حاجة عن الفقر اللي بيزيد يوم ورا يوم واللي بيخلي الناس تبيع جسمها حرفيا وبتصرخ كل يوم من حياتها المستحيلة. زي الخبر ده كده، بيع ارتفاع معدلات الفقر ينعش تجارة الأعضاء في مصر، وسطاء ينتشرون في المقاهي وتدوينات على فيسبوك. ده عربي بوست بتاريخ 13/10. الله يخرب بيت سحنتك. بس بيحكي لك هنا انه في الفترة الأخيرة عصابات تجارة الأعضاء في مصر زادت، وفي وسطاء منتشرين على المقاهي الشعبية اللي معروفة اللي ما بيشق غياب أمني يعني، وبيغروا المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل بيع أعضائهم. وبيحكي بقى انه مجموعة من الأشخاص نظمت في محافظة سوهاج جنوب مصر واستدراجوا المواطنين المحتاجين للمال،
واتفقوا معاهم على إنهاء إجراء التأمين على الأعضاء ومنها العين اللي بتصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه، ومن ثم إتلافها طبيا واختلاق حادث للحصول على قيمة التأمين، يعني يأمن على عينه وبعدين يختلق حادث تتلف العين ياخد التأمين. وقادت الصدفة للكشف عن العصابة عندما لاحظ أحد العاملين بمستشفى سوهاج نقصا في بعض المحاليل الطبية اللي بتستخدم في العمليات الجراحية، وأبلغ إدارة المستشفى اللي حققت في الأمر وتوصلت إلى أن أحد الممرضين وراء سرقتها. وكشفت التحقيقات مع الممرض عن عصابة التأمين على أعضاء في سوهاج، واعترف الممرض باشتراكه مع آخرين في عملية ائتلاف أعضاء بشرية مؤمن عليها لإحدى شركات التأمين على الأعضاء للحصول على قيمة التأمين، والتي بلغت للعين الواحدة 25 مليون جنيه مصري وللساق 75 مليون جنيه. وقبل هذه الواقعة بأيام ضبطت الأجهزة الأمنية طبيب تحاليل طبية عمل على استقطاب المجني عليهم من الفقراء وإيوائهم في مساكن تمهيدا لشراء أعضائهم بثمن بخس، في حين يحصل هو على مبلغ ضخم. خلال هذا التقرير حاول عربي بوست الوصول إلى حالات إلى آخره بقى. في رواية زؤي المدق للأديب العظيم نجيب محفوظ، في شخصية ساكنة الزؤي ده غالبا إن ما أخطأش يعني اسمها زيطة تقريبا، الاسم مش قوي يعني في دماغي، إنما هو مهمته إنه يجيله واحد صحيح كده يعمل له عاهة عشان يشحد بيها. هو ساكن في فوق الخرايب كده في الزقاق، وبيحب واحدة اسمها حسنية، شخص بشع، بس لما تشوف المواقف الناس حتى في الفيلم حسن الإمام جابه إنه شخص مهمته يشوه الناس عشان الناس تشحد بعد كده. تخيل غالبا اسمه زيطة، تخيل انه ده موجود دلوقتي، ممرضين بيشوهوا الناس بس مش عشان يشحتوا مليم او قرش في الحارات وعلى ابواب المساجد، دول عشان ياخدوا ملايين تمن العين او تمن الساق. ايوه في الرواية دي اسمه زيطة تقريبا. تخيل زيطة دلوقتي ما بقاش شخص مطرود من الزقاق منفر زي ما هو في الرواية، ده بقى دلوقتي ممرض ما شاء الله وعصابة، ما بقاش لوحده. حضرات السادة، الناس وصلت لمرحلة انها بتستعيد مرة اخرى زيطة، لان الناس ضجت من الاسعار زي بتقول المواطنة دي. قولي الكلام ده يا مدام او يا حاجة، قولي لنشا تديه ابو الضابط، قولي لاحمد موسى، قولي اللصوص والمنافقين والمعرضين اللي عمالين وهموكم ان انتوا عايشين في دولة تانية. مش من حقك تفهم ليه نخبي ارقام الفقر، مش من حقك تفهم، مالكش دعوة، مش قصتك. احنا نطلع الارقام اللي عايزينها ونخرج الأرقام ونخبي الأرقام اللي احنا عايزينها، إخفاء أرقام الفقر، إنك مش من حقك تفهم. صحيح مصر، فقراء مصر رقم مجهول. صحيح مصر يحقق في أسباب امتناع جهاز الإحصاء عن إصدار بحث الدخل والإنفاق، الأجهزة الأمنية منعت إصدار التقرير العام لعام 23، منعته، اللي بتقول فيه نسبة الفقراء كام. قيس على كده يا محترم كل حاجة، كل حاجة تخص حياتك ومعيشتك ولادك المدام، كل شيء من الديون للبنزين للعيش للكهرباء للسيجارة. مش من حقك تعرف، انت عيش بس، عيش وكل قرايش، عيش وتمشى. مش من حقك تعرف كل اللي انا هقوله لك ده اهو. مش لازم نفهم، مش لازم نفهم عومنا الجنيه ليه واخدنا ايه بقى من تعويم الجنيه. طب وليه خدنا قروض من الصندوق؟ مش من حقك تفهم. ليه ازمه الدولار مستمره رغم بيع الاصول والقروض؟ ليه صرفنا مليارات على العاصمه الاداريه والعالمين؟ ليه ده كامل الوزير، سوري مش كامل الوزير، مصطفى الوزير، سوري برضو مش مصطفى الوزير، هم اسمهم شبه بعض كده،
اللي هو رئيس الوزراء ده اسمه ايه؟ اسمه مدبولي. مدبولي مدبولي طالع يقول تصريح انا لو كوميديان مش هكتب كده. بيقول لك ان احنا كسرنا قاعده، والقاعده دلوقتي مش موجوده. ايه بقى القاعده؟ انه زمان البيوت اللي احنا ساكنين فيها دي مبنيه من 30 سنه. الناس كانت بتبني الاجيال الجايه. احنا بنينا للاجيال دي. ايه يا مدبولي الحلاوه دي؟ لا، هو انت يا مدبولي بتستعبط، لان انت سبت للاجيال الجايه ديون الله اعلم هيعملوا فيها ايه. دي الحقيقه المطلقه يا مدبولي. ولا كسرت قاعده ولا حاجه. طالع يقول لك احنا كسرنا قاعده، الناس كانت بتبني للاجيال الجايه، احنا بنينا للجيل الحالي. يا راجل يا راجل، اتقي الله في نضارتك، يا راجل اتقي الله في ولادك. انت سبت الاجيال اللي جايه الديون اللي احنا بنعملها دلوقتي. مش من حقك تعرف ليه بنينا العاصمه الاداريه وليه بنينا العالمين. مش من حقك تعرف ليه بنرفع الدعم عن الغلبان وتلغي الدعم العيني. مش من حقك احنا اللي عارفين مصلحتك. ليه تصرف مليارات على القصور والطيارات الرئاسيه؟ ليه بنبيع اصول البلد للاجانب برخص التراب؟ مش من حقك تعرف. مش من حقك تعرف ولا الصندوق عارف فلوس راس الحكمه راحت فين. وليه بندور على قرض جديد؟ ليه بنعمل اقتصاد حرب من غير ما نضرب رصاصه واحده ولا حتى فطور عيل؟ ليه بنلوم الشعب على ورق الفويل ونتجاهل السفه ده؟ ليه بنلوم الشعب على ورق الفويل وصباع روج ومناديل ولا مش عارف حاجات عطريه، بينما ما حاسبناش الحكومه جابت كام عربيه في العشر سنين؟ صرفت كام على الموظفين اللي رايحين جايين في رحلات خارجيه في العشر سنين؟ عينت كام لجنه في العشر سنين؟ كام الوزير طالع يعير كنتو بيقول لكم صرفتوا فوق قد ايه ومزيل عرق قد ايه، ولم يجرؤ انه يخرج يقول لنا من ساعه ما جال بومه ده لحد النهارده الحكومه صرفت كام بقى؟ جابت كام عربيه؟ صرفت كام بنزين؟ صرفت قد ايه مكافئات على لجان ومستشارين؟ صرفت قد ايه على البرطمان اللي ملوش لازمه؟ هل تعلم ان ميزانيه البرلمان معديه المليار؟ ميزانيته السنويه معديه المليار. انا اللي بقول لك لو بيبو تعب دلوقتي يخش يكتب كده موازنه ميزانيه البرلمان في موازنه 24 25 بيعمل ايه البرلمان؟ مش حاجه. ما بيقول لك ايه؟ هدفها بص وكل هذه المشاريع هدفها المواطن المصري وتحسين جوده الحياه الحاليه. يا راجل يا راجل، ده انتوا قلات ادب وقبحه وسفله طالعين تعايروا الشعب ومطلعين له الحاجات ب 440 جنيه فويل. طب خليهم 800 يا راجل. ما قلتلناش ليه الحكومه صرفت كام يا مدبو يا كامل؟ ليه ما خرجتش قلت كل وزير غير عربيته كم مره؟ ليه ما خرجتش قلت ليه عندنا 33 وزاره 37؟ ليه؟ ليه ما قلتش البرطمان ده عمل مكافآت لأعضاء ومرتبات قد إيه في العشر سنين؟ ليه ما قلتش وزارة الداخلية صرفت قد إيه على عربياتها اللي عمالة تلف بيها زي الأتاري في الشارع؟ ليه ما قلتش الحاجات دي؟ جايين تحاسبوا الشعب؟ إحنا الموازنة عندنا مقلوبة يا حضرات. بدل ما الشعب هو اللي يحاسب الحكومة، هم اللي بيحاسبونا، هم اللي بيقول لك بص بص يوافق على أضخم موازنة للسنة المالية. لا، مش موازنة، أنا عايز إن البرلمان نفسه قيمة البرلمان في الموازنة دي كام؟ أنا بقول لك معدية المليار. مليار. اتبنى برلمان في العاصمة الإدارية بيعمل إيه؟ إيه الفرق بينه وبين لو البرلمان اتعمل مثلا في بشتيل؟ مفيش أي فرق. ما بيعملوش حاجة. وعربيات رايحة جاية وفلوس ومكافآت، بيعمل إيه؟ مفيش حاجة خالص. القضاة خدوا قد إيه؟ الوزراء خدوا قد إيه؟ القادة الكبار في الجيش خدوا قد إيه مكافآتهم؟ كام الوزير الواحد أو الوزارة الواحدة غيرت كام عربية في العشر سنين؟ ما بيحاسبكش، ما يقولكش، بس يحاسبك أنت بقى. يحاسبك على السيراميك، يحاسبك على الفوط الصحية، يحاسبك على المزيل العرق. الموضوع اتقلب. بدل ما احنا اللي نحاسبهم، هم اللي بيحاسبونا عشان احنا لسه قُصّر. حتى في السياسة وإدارة الدولة، مش من حقك تعرف ليه السيسي بيحتفظ بالفشلة زي كامل وزير رغم الأموال الضخمة اللي خدها عشان ينقذ يبقى مسيح النقل ومع ذلك الكوارث شغالة؟ اتفضل يا بيه أهو.
حوادث القطارات مستمره رغم انفاق 2 تريليون جنيه. هو السيسي اللي قالها، صرفنا 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل لخدمه الناس. احنا مش احنا مسؤولين عن 106 مليون يا رب نعدي منها يوم الحساب. اياك يعني. بص ده كان في 12 اكتوبر، 13 اكتوبر قطرين نزلوا الترعه، ضربوا ببعض ونزلوا الترعه. كان في مشاكل بينهم بعض وخلاف على ورث وبتاع، خدوا بعض وراحوا نازلين الترعه. او كانوا بيعملوا فيلم ابيح وغنوا اغنيه سوا، ايا واد يا ولعه، خدها ونزل الترعه. تخيل ده مش بس كده، ده صحيح مصر عملت والموقف المصري اتكلمت عن فشل كامل وزير اللي محدش قادر يجرؤ يقول له انت فاشل، يا كامل انت فاشل، يا كامل انت فاشل، يا كامل انت فاشل. هشام عرفات طار لسبب اقل من ده، واللي قبله واللي قبله، انت فاشل بس هو بيحبك. وطبعا يعني القلب وما يريد بقى، هنعمل ايه يا اولاد؟ عايزين بعض، كامل والسيسي عايزين بعض. وهو كده سبحان الله المحبه دي بتتزرع في القلب. في ناس تحب حمير زي بعض. انت عمرك شفت حمار يحب غزال؟ حمار هيحب حماره. ادي الفاشل كامل وزير اهو. اتفضل. اعداد المتوفين والمصابين الناتجه عن حوادث القطارات في 19/23، المتوفين هم اللي باللون الاحمر والمصابين باللون ده. تخيل بقى في 19 كان المتوفين 525 والمصابين كانوا 889، في 20 كانوا 200 اللي ماتوا 269 المصابين 535، في 21 ما شاء الله علينا بقى شويه اهو، نعلى شويه شويه، 504 واحد ماتوا، بيوت اتخربت، بني ادمين راحت، والمصابين 769. زدنا سنه صغيره كده في 22 بقى اللي ماتوا بقى واتخرب البيوت 410، اللي اتصابوا 545. في 23 لا بقى، لا بقى، لا اوعى بقى وسع وشك بقى، 694 قتيل و686 مصاب. بدأنا نعمل ايه؟ الخطه بتاعته ايه بقى؟ انه يعادل المصابين جنب الموتى، نعادلهم مع بعض يعني. اتفضل يا بيه. معدل قسوة الحوادث، عدد الوفيات 100 مصاب، عدد الوفيات زاد مصاب في 19 59% او فصل واحد يعني، في 20 5، المهم يعني نوصل ل 23 101%. اللي بعده يا بيه، اللي بعده، بعد وفاة مواطن مصري اليوم في تصادم قطرين، كيف تصاعد معدلات خطورة حوادث القطارات وقسوتها خلال عهد كامل وزير؟ وجايبها لك بقى من 2016، بس خلينا في كامل وزير. محدش قادر يقول له أنت فاشل. من 19 محدش قادر يقول له أنت فاشل. محدش قادر يقول له أنت فاشل. محدش قادر يقول له يا كامل أنت فاشل. تخيل حضرتك وماله؟ صرف كام كامل وزير؟ 2 تريليون. عيل وبيلعب فيها ايه؟ انتوا مالكم؟ عيل وبعدين دي فلوس حرام اصلا. وبعدين كده كده كانت هتتصرف. اي أيوة والله. لو ما اتصرفتش على في انا ما اعرفش اتصرفت فين. 2 تريليون ده رقم، التريليون لوحده 1000 مليار. اه بمناسبه المليار، تخيل ان البرلمان موازنته، انا مكسوف اقول لك هتزعل، والله هتزعل. شوف البرلمان ده اللي ما بيعملش حاجه خالص، القروض بتتاخد والبرلمان نايم، الجزر بتتباع والبرلمان نايم، الجنود بيتضربوا والبرلمان نايم، عندنا اسرى في الدعم السري والبرلمان نايم، بنسحب اي الدنيا خربانه والبرلمان نايم. تخيل ده بقى موازنته كام؟ اطلع بالملف يا بيه. طبقا للعربي الجديد تقريبا، صح؟ وأضافت المصادر، أن سيبك بقى من تكلفة إنشاؤه، سيبك من تكلفة إنشاؤه، وتابعت أن موازنة الدولة العام تحملت ما يقرب من 7 مليار جنيه لصالح مجلسي النواب والشيوخ، متضمنة تكلفة إنشاء المبنى الجديد وجراء تخصيص نحو مليار و606 ملايين جنيه لتغطية بدلات ومكافآت أعضاء مجلس النواب السنوية. مليار، أنا قلت لك معدية المليار. أنا قلت أنت ما تسمعش الكلام ليه؟ قلت لك اجري شوف افتح الباب. طب مين؟ طب الباب عايز يتفتح يعني؟
اروح ازيت الباب؟ لا، امك تقول لك كده روح افتح الباب. ايوه يعني في حد بيخبط مثلا؟ ما تسالش السؤال ليه بقى ما يتحاسبش كام الوزير؟ ولغايه من ساعات فاتت بس الحوادث على الطريق كام الوزير؟ يعني شباب زي الورد، شباب زي الورد برضو راحوا، بس اتوبيس بقى مش قطر. احنا لازم ننوع يعني. خبر اهو، ارتفاع حالات حادث اتوبيس جامعه الجلاله الى 10 وفيات و32 مصاب. بقوا 12. 12 ده كامل؟ لا ده انا هقول لك على النكته، ما احنا بلد النكت يا بيه. ده كامل وزير من شهر يا بيبو، حط ايدك على الكيبورد كده، كان لسه رازع من شهر حته نتفه كدبه عبقريه. هو القطرين دول لما اتضربوا قال لك مين الغلطان؟ السواق. انا قلت اصبروا عليا السواق. تخيلوا من كام، من اقل من شهر كان رازع حته نتشه جامده جدا، قال لك احنا بعتنا سواقين للقطارات لالمانيا. امال ايه؟ احنا عندنا غير سواقين القطارات؟ هي البلد دي ماشيه غير سواقين القطارات؟ طب يا كامل اهدى على نفسك شويه. اه والله العظيم خبر كان من شهر يا بيبو. فين؟ كامل وزير صدرنا 100 سائق قطار مصري لالمانيا. لا ما هو حاجه من اتنين يا كامل، اما ان انت بتكذب وانتوا كدابين اصلا، واما ان حضرتك بعت احسن 100 سواق وسبت لنا الوحش. ملهاش حل تالت. ما هو انتوا كل ما تحصل حادثه في القطارات تمسكوا السواق يا عيني وتشنقوه. فانت طالع كان امتى الخبر ده؟ كان امتى بتاريخ؟ كان 8 اكتوبر. شوف سبحان الله، لسه اكتوبر، هو اكتوبر ده شهر غريب يور كده. يعني انت من 8 اكتوبر قلت ان احنا صدرنا 100 سواق سكه حديد لالمانيا، وبعدها بكام يوم قاطرين ياخدوا بعض ينزلوا الترع، وبعدين انت بنفسك تحول السواقين للتحقيق والجنايات. حاجه من اتنين بقى، يعني انت بتكذب ودي حقيقه مطلقه، او ان انت وديت احسن سواقين وديتهم المانيا وسبتنا احنا بقى للسواقين العربجيه. وعادي جدا يعدي ده عادي، وكان بيقول ده قدام البرطمان عادي في اي حته يا بيه. مش من حقك تعرف، مش من حقك تفهم على الطرق بتاع كامل وزير. شاهد عيان بيقول الطلاب كانوا مروحين من الجامعه ورايحين السكن بتاعهم في السخنه، رحت مكان حس عشان اطمن على صاحبي، لقيت جثث كتيره، المنظر كان صعب، ولقيت من ضمن الجثث واحد صاحبي اعرفه. عادي، ايه يا معلم في ايه؟ طب ما اتقتلوا في رابعه، ما مصر كلها كانت بتسقف. جثه يعني اللي هزتك قوي كده؟ انت واد رقيق قوي ليه كده؟ ده احنا قتلنا الناس في النهضه عادي جدا، وكان على مرأة ومسمع وعلى الشاشات اونلاين لايف. مش من حقك تعرف. هو انا هسألك سؤال، هو مش ساعات ابوك يقول لك قومات البتاع اللي هناك دي، تروح انت هناك تلف حول نفسك وعايز ايه؟ ما تعرفش، مالكش دعوه. يقول لك البتاع اللي هناك يعمى. ايوه هي ايه دي بقى اللي انا قمت عليها دي؟ لو اتكلمت هتتشتم، هات له اي حاجه هتتشتم برضه، لان هو نفسه مش عارف هو عايز ايه. بس ما تسالش، مش من حقك تفهم ايه اللي يخلي في فرق دايما بين التصريحات الورديه والواقع المؤلم. زي بيقول الدكتور عمار علي حسن عن حادثه القطر، لم تمر سوى ساعات على الاستعراض المعتاد عن تطوير السكه الحديديه حتى جاء خبر اصطدام قطارين في المنيا وسقوط عربيتين في ترعه الابراهيميه الواسعه العميقه. تحدثوا بالامس عن الانفاق، عن الانفاق وكانه ليس من جيب الناس، وعن ادراك ما يحتاجه المستقبل البعيد، مع انهم يتعثرون في الحاضر تعثرا مقجلا مخيفا. الوزيران كامل في مكانه لانه وزير وزارتين يعني، ولو مات اهل مصر جميعا على الطرق والسكك بعد ان اخذ خمسه اضعاف ما طلبه سلفه هشام عرفات من اجل التطوير، وتم زجره حتى ارتعد. إن الحادث الحالي يؤكد للأسف الشديد الفجوة الواسعة بين ما يقال وما يجري في الواقع.
مش من حقك. افهم دورك في دولنا انك انت تدعي لولي الامر في صلاة الجمعة، انك تدعي له طول الوقت، تدي له ولادك لو هو عايز، انما تسأل ليه؟ هتسأل ليه؟ ده نص اله. مش من حقك تفهم ليه السيسي بيحيط نفسه بالفاسدين والمزورين؟ مش من حقك تعرف هو ليه بيمدد لنفسه في الحكم؟ او ايه دور محمود السيسي؟ وليه مجرمين زي العرجاني والنقنوخ دورهم عمال يتمدد ويتوسع؟ مش من حقك تعرف طيارة زامبيا كانت بتهرب ايه ولصالح مين؟ وحتى الان مين المتهم السادس؟ مش من حقك تعرف. ما تعرفش، تسألش، دي امور الهية تسألش عليها خالص. هتسأل ليه ربنا قال لنا صوم رمضان؟ هتسأل ليه ربنا خلى المسيح يجي من ام بس؟ هتسأل ليه الراجل يتجوز الست والست تتجوز الراجل؟ دي امور غيبية احنا ملناش دعوة. هتسأل ليه نذبح الخروف في خلي الخروف في حاله وتعالى انت. مش من حقك، مش من حقك تعرف السيسي ليه غاب 4 شهور. هل كان مريض؟ جات له طعنة؟ وليه رجع بالقوة الفظيعة دي؟ وليه فوض مدبولي؟ ما تسألش. أول ما تخش وتختم باسبورك في الجمارك المصرية إلغي العضلة دي خالص، إلغي دماغك خالص. أي حاجة تخص البلد وسياستها مش من حقك تفهمها خالص. افهم ده دورك كمواطن، مش من حقك في السياسة والإدارة تعرف ليه السيسي بيختار اللي حواليه من الفاسدين والمزورين وأرباب السوابق. يا راجل ده انت لو زورت في ورقة تخش السجن. عندنا واحد زور في شهادتين ماجستير ودكتوراه بقى وزير. يا راجل يا راجل يا راجل، دي دولة غريبة جدا. دولة بدل ما يطلع رئيس الوزراء يقول الحكومة انفقت كام في 10 سنين، طالع يعايرك انت ويقول لك جبت فويل ب 400 مليون. اي منطق في الدنيا ده؟ اي منطق؟ مفيش منطق. كمل يا بيه. مش من حقك تعرف ليه محمود السيسي والعرجاني والنخنوخ نفوذهم بيزيد؟ طيارة زامبيا كانت بتهرب دهب لمين وليه ومين السادس؟ مش من حقك تعرف السيسي كان مريض ولا لا؟ وليه اختفى 4 شهور؟ مش من حقك تعرف ليه السيسي فوض مدبولي؟ ليه السيسي بيرقي كامل وزير رغم فشله؟ 2 تريليون جنيه اتصرفوا على السكة الحديد في ايه؟ ليه السيسي عدل الدستور عشان يفضل مكمل في الحكم؟ ليه السيسي بيقبض على الشرفاء ويفرج عن الفاسدين ويديهم مناصب؟ الحاجة الوحيدة المطلوب منك تفهمها في البلد دي واللي السيسي عايز يوصلها لك ان انت عبد اسير. شغلتك تصبر، الصبر مفتاح الفرج. وانت صابر بقى تدفع ضرائب وتسمع الكلام وتتوضى كل يوم بالوضوء الوطني الجميل على ألحان انتصارات عملها الرجالة وبيتاجروا فيها الأقزام. لو ما توضتش كل يوم الوضوء الوطني هتبقى كافر بالوطن، زي ما نشأة الديه طلعني إن أنا بسب مصر وطلع يزايد عليا. هو أنت قلت حاجة غريبة، لحظة بس، هو أنتوا بتعكوا خلاص؟ قال لك زي ما في وضوء للصلاة وفي وضوء للجسد. برضو دي غريبة نشأة، أول مرة أسمع الفيديو ده على فكرة، والله أول مرة أشوفه. ما ممكن كابتن نشأة ممكن تقول لنا إيه الفرق بين وضوء الصلاة ووضوء الجسد؟ عشان أنا بس إيه، أنا تعليم حكومة ما بفهمش كويس. زي ما في وضوء للصلاة ووضوء ووضوء للجسد، إيه بقى الاتنين؟ وضوء الصلاة أنا فاهمها أهو، في وفي يعني اتنين. ممكن تقول لنا وضوء الجسد ده إيه بقى؟ لإيه؟ شفت بقى، شفت بقى، وجايب صورتي اهو نشأت. شفت بقى، دخلت انا مدينه الانتاج تاني غصب عنك يا نشأت. ايه نشأت اللي انت بتقوله ده؟ هو انت يا نشأت في فرق حبيبي بين الاستوديو والتواليت؟ مش عايز تفهم الفرق بين الاثنين؟ التواليت ناس ممكن واحد زي حالاتي صوته وحش يغني عادي، انما مش هطلع اغني للناس الحاجات دي يا نشأة. تخش التواليت قولها، لكن تبقى على الشاشات كده يا نشأة. اهو كفرني نشأة ابو الظابط،
الوطن يا حضرات هو اللي تعيش فيه بكرامة بحرية. الوطن يا حضرات هو اللي ليك فيه واجبات وليك حقوق تاخدها. الوطن هو اللي تسأل وتعبر وتغضب وتثور فيه. الوطن هو اللي الحاكم فيه يبقى بإرادتك مش غصب عنك. الوطن هو اللي المكان فيه للكفاءة مش للمعرضين والمطبلاتية زي نشأت. الوطن لو بقى كده هيبقى أحسن حاجة في الدنيا. إنما للأسف في بلادنا بقى فيه وطنين، وطن في الأغاني ما نعرفش عنه حاجة، وطن بتاع الأغاني بس، وطن عايشين فيه ندفع فيه فلوس ونتبهدل فيه ونجوع ونبيع أعضائنا، اعتقال معتقل يعني سجن. إنما وطن الأغاني حلو طول عمر، وطن الأغاني جميل. الوطن الحقيقي ملوش أي علاقة بوطن الأغاني. بره بقى ما عندهمش وطن في الأغاني، بس ما عندهمش معتقل يعيشوا فيه. الوطن عمره ما كان قطيع من العبيد يمشي في ركاب الدكتاتور يطبل ويهتف من غير ما يفهم حاجة. الوطن الحقيقي ما فيش فيه مكان للمأجورين أمثال نشأة الديه الكذابين المستفيدين. الوطن الحقيقي هو اللي تعرف تتكلم فيه، هو اللي زي ما بتدفع فيه تاخد مش تحاسبني بس. ده الوطن يا نشأت. ولو الوطن بتاعك انت هو مصر دلوقتي المعتقل ده فانا مش عايزه. انا ما احبش اعيش في معتقل، ولا يوجد حر في الدنيا يرضى او يقبل انه يعيش في معتقل يدفع بس ويتحاسب كمان. ده مش وطن، ده اسمه معتقل، معتقل بشع. ده مش وطن يا نشأت يا كذاب. اوعى تسأل انت دورك في الوطن ده، ما تفهمش وما تسألش. اديني قلت لك ونصحتك، اشوفك بعد الفاصل. اهلا بيكم. زي النهارده 14 اكتوبر ذكرى استشهاد البطل اللواء احمد حمدي احد ابطال حرب اكتوبر، واللي استشهد وسط جنوده وهم بيعيدوا إنشاء كوبري أو بيعملوا كوبري خلال حرب 1973. دي صورة اللواء أو القائد العظيم الشهيد أحمد حمدي. هو يقال هو اللي صمم كباري العبور على قناة السويس في الحرب، وعشان كده تكريما له الإدارة المصرية في الوقت ده أطلقت اسمه على أول نفق يربط القارتين آسيا وأوروبا سيناء ومصر. هو ده اللي بيقولوا عنه الأهرام، إنه الشهيد أحمد حمدي صمم كوبري العبور فأطلق اسمه على الكوبري أو على أول نفق يعدي من يربط بين سيناء ومصر. ده حضرات الشهيد أحمد حمدي. ودي زوجة الشهيد أحمد حمدي وهي بتحكي عنه وعن ذكرى استشهاده. يا مدام لو السيسي شافك زمانه دلوقتي عمال يشتم في المكتب بتاعه وإدارة المكتب، فين الست دي؟ كنت طلعت عملت بيها. ما هي أرخص حاجة من الرخيص إن هو يجيب ناس حقيقية يلمع بيهم نفسه. لكن في ذكرى حرب أكتوبر والشهداء اللي دفعوا تمن، وحتى مش الشهداء بس، الناس اللي شاركت، يعني مش ضروري يكون شهيد، إنما اللي ربنا اداهم العمر بعد كده وكملوا عشان يحرروا الأرض دي من العدو ومنهم الشهيد أحمد حمدي كمان، نلاقي السيسي مصر إنه يوصل رسائل خنوع وانبطاح وذل للعدو، وإنه مش ناوي يعمل أي حركة أو خطوة ضده، وإن الجيش المصري من 10 سنين أو من ساعة ما جه السيسي هو داخل جوه الحيطة مش جنب الحيطة. يا جماعة أنا ما شفتش كده في حياتي. طب انخع بجملة الكد، اكدب. يعني أنت خايف كده قوي ليه كده؟ يعني كان الله يرحمه حسني مبارك خلاص هو مات، ماليش علاقة بيه، بس كان على الأقل يقول لإسرائيل اوعوا تفكروا في الحرب،
هو فكروا في الحرب. يعني كان بيعمل حاجة. حسني مبارك لم يترك، أنا بقول لك وأنا متابع حسني كويس جدا، لم يترك لقاء سواء حتى مع القنوات الصهيونية إلا ويتكلم فيه عن الصهاينة بشكل سيء. يعني أنا أذكر لحسني مبارك لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي، مع التلفزيون الإسرائيلي فيش بعد كده يعني، وهو قاعد كان المذيع شعره أبيض كده، فقعد قال له لا وانتوا انتوا زي اليهود بتوع زمان، احنا زمان اليهود كنت تثق في كلمته، انما انتوا دلوقتي ما نثقش في كلمتكم خالص. كان بيوجه رسائل نتنياهو. انا فاكر اللقاء ده كويس جدا، لقاء حسني مبارك مع التلفزيون الاسرائيلي. لم يترك حسني مبارك اي فرصه وهو بيتكلم عن الاسرائيليين غير ان هم ما بيحافظوش على السلام، عندهم مشاكل بيجرونا للمشاكل، مش عارفين قيمه الحرب. انما ده يا عيني لا يترك شاردة أو واردة إلا ويقول لهم ما تخافوش، اوعوا تخافوا يا حبيبي. بص هقربها النهاردة، النهاردة بيقول لك قدرات الجيش للدفاع عن البلد، مش عشان تعمل حاجة ولا مؤاخذة نضايق حد. اسمع كده، هو إما البنطلون مبلول بتاعه أو في حاجة غلط. بص قالها إزاي؟ يعني حد يعني عارف العيل لما بيعمل عاملة، ما هو لغة الجسد مهمة جدا. أنا عايز أعرف يا عبد الفتاح، بص أنت أنا عندي معلومة إن عبد الفتاح ده مسكينه دلوقتي بقى ناس كتيرة جدا بيعلموه إزاي يقف، إزاي يتكلم، إزاي كذا، ومش نافع معاه حاجة. بص 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 لغة الجسد، بص العين، بص العين. لما يتكلم معاك أنت يعملك عينه كده تبقى قوية قوي، لما يتكلم على الجيران تلاقي بص 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 شايف كده، مش قادر مش قادر. يا اسمع بقى، انت دلوقتي شفت لغه الجسد، اسمع الجمله اللي بيقولها وبيعمل كده، بيقول ايه؟ اسمع، يا ميزو اصطاد حته لما عينه نزلت لتحت المكسوره، اه دي بقى اللي بيسموها عين مكسوره، مش عشان نعمل حاجه لحد يعني. بص 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 انت زيعه بالصوت وقف عند عينيه لما اتكسرت قال ايه؟ يا ابني انت ماسكين عليك فيلم سكس يا جدع، انت في ايه؟ ده انت قاعد تستعرض الجيش والجيش التاني وكل هذه الكتائب لمحاربة. بس بيجي بقى لما يتكلم على الإرهاب يقف يعمل كده، لما يتكلم على أعداء الوطن اللي هو إحنا، ما هو ما عندوش عدو وطن تاني، مش نشأة الدين أبو الظابط قال لك. إنما لما يتكلم على إسرائيل بص مش قادر. أنا فاكر اللقاء ده كويس جدا والله، وتزعل الفضائية المصرية، والمذيع ده إسرائيلي، واللقاء ده كان لتلفزيون إسرائيلي. شوف حسني مبارك بيتكلم عنهم ازاي، انتوا اشك والحاجات دي. اما عندنا واحد دلوقتي يقول لك مش لحد يعني لا مؤاخذه ولا حاجه يعني. حسني مبارك انا مختلف معاه تماما، انما كان رجل دوله، كان رجل دوله فعلا. حسني مبارك انا مختلف معاه وضده تماما، انما كان قائد عسكري. حسني مبارك أنا مختلف معاه تماما، إنما مش خاين، مش جاسوس، مش عميل إسرائيلي. مع إن إسرائيل قالت على الراجل ده كنز بقى، قالت عليه كنز استراتيجي. تخيل اللي كان بيكلمهم كده قالوا عليه كنز استراتيجي، أمال أنت يقول عليك إيه؟ ده أنت مسلمهم مقاس البوكسر، ده أنت معلم ملط. مش قادر حتى في الندوة التثقيفية النهاردة تقول لهم جيشنا ده أجمد يا عم، اكدب اكدب، اعمل راجل، فكر تلبس زي راجل قدام الناس دي. بص استلف بدلة حسني مبارك، استلف البدلة بتاعته وقف كده قول اللي هيفكر. شوف حسني مبارك كان بيتكلم ازاي، قلده اوكي. انما بص 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 داخل، بص داخل ممسوك عليه حاجة، شايف شايف، انما مش جيشنا الحاجة. والنبي سمعني الجملة اللي بيقولها كده ضد حد يعني، ايه في حاجة يا بابا؟ مالك متني ليه كده؟ طاري ليه كده؟ ما عندكش جيش؟ ما عندكش سلاح؟ ما عندكش رجالة تاكل الزلط؟ ما عندكش ايه؟ ما عندكش نخوة؟ ما عندكش جراءة تقول كده، تقف تقول انت في وسط بلدك عادي يعني، مع انت امال هناك هتعمل ايه؟ هتقف تعمل لهم كده زي الشيخ محمد بن زايد مكتوف قدامه؟ يا متني. بس المشكلة يا جماعة في دماغكم انتوا اللي مش عارفين النصر مش في المعارك والحروب بس، لا
النصر في البلعات، سوري، النصر في وحدة الشعب أهم حاجة. نبقى كده نفسي أعرف كده دي على مين. هو دايما يقولها وحدته ضد إيه، صموده ضد إيه. ما هو أي كلام يا عم؟ أنت مش وراك غير الأسطوانة دي، مش اللحن ده أنت عزفته من 2014؟ وحدة الشعب وصمون جوع ومصر تقول لكم أنا مبقاش كده. يا عم بقى ارحمنا بقى، أرجوك أرجوك غير، تخش حاجة تانية بقى. بيقول لك من 2016 النجاح مكمل، احنا وصلنا 24. أنا أعرف نجاح سلام، بحبها قوي، خاصة في عايز جواباتك ويا وادي حتة سكرة، يعني أحب نجاح سلام أنا جدا. غير نجاح سلام أنا ما شفتش بقى من 2016. حد شاف نجاح غير نجاح سلام أو نجاح الموجي برضو أنا بحبه؟ حد شاف حاجة غير الاتنين دول؟ ما شفتش حاجة من 2016. ده وكسة ورا وكسة ورا وكسة ورا وكسة، ده البلد عمالة تنقص، الجغرافية البلد نفسها بتنقص. إنما بيستخدم السيسي المعزوفة النشاز دي عشان يغطي على أي فشل. فسيسي ما ينساش برضو أنه يوصل رسالة تهديد، بس مش لإسرائيل، للشعب. جهد يا معلم، جهد أنك قاعد في القصر الرئاسي اللي احنا ما نعرفش هو فين. جهد يا ريس، جهد في العقود والألمازات اللي لابسها أسرتك. جهد احنا ما نعرفش مين اللي كان راكب الطيارة رقم 6 اللي السفير السعودي راح لزامبيا قال لهم سيبوه. مين ده؟ ده احنا ما نعرف. جهد يا ريس، ده احنا ما نعرفش الستة بتوع الطيارة بتوع زامبيا مصيرهم ايه؟ دي تجار ذهب، ايه اللي كان وداهم هناك؟ ما نعرفش مين اللي طلع الطياره من مطار. جهد يا جهد، وانت قاعد تنفخ في خدودك ما اعرفش ظابطهم على كام. جهد يا معلم، جهدي بس، جهد. الناس بتصوت، الوليه صوتت، الوليه اللي جبناها من شويه بتقول لك حرام، مش لاقيه حته جبنه رومي. جهد ايه وتتمسك ايه؟ يا جماعه لما حد اي حد يطلع يقول لكم المهم نتماسك، ابقى اديله استماره 6. يعني يا مواطن منك له، يا اللي بتشتكي من الغلا والاسعار والعيشه اللي زي الزفت، ما تعرفش حاجه اسمها الصبر؟ ما تعرفش تستحمل؟ ولا انت عايز الامن والامان ببلاش؟ ازاي انت الامن والامان اللي انت عايش فيه في عهد سعاده الزعيم الجعير هيروح؟ يعني المهم نبقى كده. انا قلت لك في الفقره اللي فاتت مش لازم تفهم خالص. انت ابوك ما دوخكش او امك على الريموت كنترول في الاخر لقيتها هي قاعده عليه وتقول لك ما انت اللي بتضيع كل حاجه، كل حاجه انت اللي بتضيعها، مفيش حاجه بتضيع في البيت ده. الريموت فين؟ وديته فين؟ بعد ساعه تكتشف ان امك قاعده عليه. أبوك ما قالكش في مرة شغل التكييف بس ما تعليهوش قوي؟ فما تفهمش دي درجة إيه بقى ما تعليهوش قوي دي؟ التكييف ما يعرفش تعليه وتوطيه، يعرف 25 23 يقول لك شغل التكييف بس ما تعليهوش قوي. أيوه قوي دي تبقى كام؟ برضه ما تعرفش، ويبقى العيب فيك أنت. شغله يقول لك برد قوي، أيوه ما أنت ما قلتليش عايزه على كام يعني؟ على أي زفت بس ما تعليهوش قوي. ما ت... أنت ما تعرف بس تتلام بقى. أو السيسي بيعمل معاك كده ويختمها بيقول لك إيه بقى؟ يقول لك استحمل وأنت ساكت. ليه؟ عشان أنت عينك مكسورة. مكسورة بإيه بقى؟ إنك مواطن. أنت مواطن اللي ضيعت الريموت. أنت اللي عليت التكييف. أنت اللي ما بتفهمهاش ويا كده. أنت اللي خليت أزمة في الدولار. أنت ناسي ولا إيه؟ بمناسبه بقى حته الامن والامان اللي انت عايش عليهم دول، اهو اهالي الواحات البحريه واللي تابعه اداريا لمحافظه الجيزه، انت متخيل دوله الواحات البحريه تتبع الجيزه؟ انا هتشل من ساعه ما عرفت الحكايه دي من سنه 91. تخيل الواحات البحريه، الواحات اللي زمان كانوا بيسافروا على الجمال تتبع اداريين الجيزه؟ ليه ما تعرفش برضه؟ ما تعرفش يعني اهالي الواحات الخارجه والداخله يروحوا الهرم في محافظه الجيزه، شارع الهرم، القصر اللي هناك ده مقر محافظه الجيزه، عشان يخلصوا حاجات
والله انت متخيل دي على بعد مئات الكيلومترات من الجيزه، بس تتبع الجيزه، احنا بلد كده جامده جدا يعني. تخيل ان اهل واحد دول راحوا اتظاهروا قدام الاسم بعد ما شاب اتقتل غدر من واحد حرامي على مدخل من مداخل المدينه. اهم حاجه الامن والامان. السيسي عايز يقول للشعب ما تستحملوا، مش لاقيين تاكلوا استحملوا، وهتموتوا من الجوع مش لاقيين الاكل واستحملوا، تشتروا انبوبه البوتاجاز ب 200 جنيه استحملوا. تخيل في مواطنه مصريه طالعه تشتكي ان انبوبه البوتاجاز ب 200 جنيه، احنا فاضيين لك؟ احنا قاعدين لكم يا جماعه؟ الراجل وراه حاجات تانية، الراجل ما بينامش الليل، وانت طالعه تقولي لي انبوبه البوتاجاز ب 200 جنيه؟ احنا فاضيين لك يا مدام؟ فاضيين لك يا مدام؟ اربطوا حجاره على بطنكم واكتفوا تحيا مصر. نجوع وايه يعني؟ بس نبقى كده. طب الكبار برضو هيجوعوا يعني؟ يعني الكبار برضو هيجوعوا؟ تقدر تقول لنا يا سيسي العيال الصغيره دي ذنبها ايه؟ وفي منهم اللي مهدد بالموت عشان مش لاقيين له علبه لبن اطفال؟ زي ما بيشتكوا كده مش لاقيين. طب انا معرفش ليه الناس ساكته؟ يعني ليه الناس واصله لمرحله بيقول لك انا ودي عيالي يموتوا في المستشفى؟ طب ويموتوا ليه عيالك؟ يعني ليه الناس واصلة لمرحلة بيقول الراجل ده أنا خلاص هسيب عيالي يموتوا؟ طب وتسيبهم ليه يموتوا؟ يعني أنا مش فاهم والله. يعني أنا مش هقول لكم بقى هل نزلتوا 30 يونيو ولا لا، أنتوا أحرار يعني، بس هو ليه تسيب ولادك يموتوا قدام عينيك؟ مش أنا مش قادر أفهم. أنت خايف لا تموت لو طلعت في مظاهرة؟ طب ما انت ولادك هيموتوا قدامك. انا مش قادر افهم بصراحه يعني. وعشان رسائل السيسي، او احنا مش فاضيين لكم اصلا. هو السيسي مش فاضيين لكم، عايز اقول لكم عارف ايه بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيفكروا دلوقتي يبيعوا لسه بنوك جديده وشركات جديده اهو. مصر الاعلان عن طرح مطارات وبنوك امام القطاع الخاص قريب. يعني خلاص يا بيه بيبيعوا دلوقتي بنوك ومطارات. الله 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 الله، دي جامده جدا. لا دي جامده، دي جامده يا جماعه. مش يعني بريك، وقت مستقطع لازم. دي جامده، دي جامده. معلش لحظه حداد، دي احداد. نبارك كلنا لنشأة الديهي لأنه خد جايزة. أهو ببارك لك عليها أهو. نشأة الديهي رزع جايزة يا إخوانا. والنبي تجيبها لي كده الله يخليك. والنبي في ملتقى نجم العرب نشأة الديهي يحصد جائزة أفضل إعلامي مصري لعام 24. إيه نجم العرب؟ إيه نجم النجوم؟ يا جامد قوي. خلاص. أنا ما عنديش كلام تاني أقوله بصراحة. وطالعة تشتكي لي من أنبوبة ب 200 جنيه ومفيش لبن أطفال، وأبو الظابط بقى نجم أفضل إعلامي عربي، هو الحال وصل كده بينا؟ لا لا، كتير قوي، كتير كتير جدا، كتير جدا. وعشان رسائل السيسي تكمل فلازم كلمتين لقلاضيش وأمثال نشأة تديه كده، يقول لهم كلموا الناس، اعملوا لهم غسيل مخ اكتر، عيشوهم في الوهم. يكلموا عن الناس تاني ايه؟ معلش معلش تاني كده، معلش يقولوا للناس ايه؟ معلش. اغسلوا دماغ الناس. الخلاصه السيسي عايزك ولا مؤاخذه تحط جزمه ببقك. تشوف ولادك بيموتوا قدام عينيك من الجوع او نقص اللبن وتسكت. ما تلاقيش ادويه وتنتحر او تموت صمتا، موت بهدوء، خليك ذوق. موت كده في الصمت. موت عشان السيسي يعيش. موت عشان عباس كامل يبقى ثري جدا. موت عشان الناس دي تعرف تجيب تصمصر في السلاح. موت عشان يقعدوا اكتر واكتر واكتر واولادهم يغنوا اكتر. موت ما تقرفناش بقى. المهم ما تتكلمش. ما تطالبش بحقك. ما تعترضش على سياسات جابت الفقر لملايين الناس. لان هو لازم يبقى متأمن
من الجيش والشرطة اللي بيحموه، ويفضل يديلهم في فلوس وامتيازات. أنا ما أنت بقى ضحي، ضحي يا راجل ضحي، هي الدنيا كده، ناس تكسب من غير ما تتعب وناس تتعب من غير ما تكسب. امتيازات، مش مهم بقى الشعب، المهم الزعيم ده يفضل قاعد هو واللصوص اللي سارقين البلد. المهم ان نشأة الديهي واحمد موسى ومصطفى بكري يبقوا اسياد الناس بلا اي حاجة وبلا اي مبرر الا انهم بيعرضوا. اما انت بقى خليك ذوق، موت بهدوء ارجوك، او اسكت. اللي بعده. من طينة تانية غير طينة المصريين اللي عايشين دلوقتي أهالي جزيرة الوراق، طينة تانية خالص، قماشة تانية خالص على رأي معلقين الكورة. أهالي جزيرة الوراق من المناطق القليلة اللي صامدة في وش إجرام السيسي، وش إجرامه ودخليتيته، وواقفين قدام البلدرزرات بتاع الهدم لحد دلوقتي. أهالي جزيرة الوراق اللي قرروا في ظل الضغوط المستمرة عليهم من الحكومة والداخلية والجيش والمخابرات عشان يخليهم يسيبوا أراضيهم وبيوتهم ويهجروها ويسيبوا الجزيرة، قرروا أنهم يرجعوا تاني أو يرجعوا مجلس عائلات الوراق اللي بقاله 5 سنين متوقف عشان يعلنها قوية أنهم كده متحدين بجد في مواجهة كل الضغوط لإخلاء الجزيرة. متحدون في مواجهة ضغوط إخلاء الجزيرة، مجلس عائلات الوراق يعود بعد بخمس مطالبات: تعويض الضحايا، عودة الخدمات، ومنازل بديلة. خلال مؤتمر الحقيقة اعلنوا فيه انهم مش هيتخلوا عن ارضهم مهما الدولة عملت لهم محاضر اعتقالات، وده اللي قاله عدد من اهالي الجزيرة. تحية والله لأهالي جزيرة الوراق والمجلس عائلات جزيرة الوراق اللي أعلن بيان ختامي وفيه 5 مطالب واضحة جدا. إنه في يوم الجمعة 9 من ربيع الآخر أو الآخر 1446 الموافق 11 أكتوبر 24 عقد مؤتمر جماهيري تحت رعاية مجلس عائلات جزيرة الوراق الساعة 5، وله مطالب. المطالب دي: إدراج اسم المواطن سيد حسن الجزاوي من بين أسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لأرض الوطن وتعويض ورثته التعويض المناسب. 2، المطالبة بالتعويض المناسب واستكمال العلاج للشباب الذين تعرضوا لإصابات نتيجة المصادمات بين الأهالي والأمن أدت لإحداث عاهات مستمرة أثرت على حياتهم تأثيرا بالغا. 3، عودة الخدمات المتوقفة وإنهاء التضييق على المعديات لحين تحقيق مطالب المطلب الرئيس. 4، المطلب الرئيس لأهالي جزيرة الوراق والذي لا بديل عنه أن يكون لكل مالك بيت خاص به على أرض جزيرة الوراق. 5، على ممثلي عائلات جزيرة الوراق بدء الانعقاد الدوري لمعالجة. أي الحلاوة دي؟ أولا تحية للمطالب، 2، اللغة، والله في وزارات ما بتعرف تكتب الكلام ده، اللغة بالتشكيل بالضبط حاجة عظيمة جدا، ولا يوجد تجاوز واحد لا لفظي ولا حتى إشارة. بيان منضبط جدا، محترم جدا، سليم من لوحة اللغة. لكن السيسي مستمر في التضييق على أهالي جزيرة الوراق عشان يخليهم يسيبوا الجزيرة دي. وصل بيه الأمر إن ضباط وعساكر في نادي طلائع الوراق اللي هو تابع للجيش بيعتدوا على عيال صغيرة طلبة رايحين يلعبوا كرة في النادي. لكن يبدو ان موضوع التهجير وابو الهدد شغال ومش واقف على جزيرة الوراق، ده واخد اماكن تانية. يبدو ان في الامارات حط عينها على حاجات كتير جدا، في اماكن تانية بلدوزر السيسي ناوي يهدها زي المسرح العائم. ايوه، في مسرح في مصر اسمه المسرح العائم، اللي ما نعرفش انه كان هيتهد الا لما صوت الاستاذة الكبيرة سميحة ايوب أطلقت استغاثة لوقف هدم المسرح اللي بيعود تأسيسه لخمسينيات القرن الماضي. يعني المسرح العائم أقدم من دول
أقدم من دول تاريخيا، يعني أقدم من دول موجودة في المنطقة. أنا نفسي أعرف هو ليه الناس اللي جابت السيسي واللي نفخت في أم السيسي لما بيخوزقوا أم السيسي ما بيطلعوش يقولوا إحنا آسفين لينا للشعب المصري. آه أستاذ سميح، مش أنت اللي طلعتي قلتي له عزيز مصر؟ مش أنت الراجل كرمك واداكي جايزة؟ في إيه بقى؟ وإحنا ناكل وننكر؟ اسمع كده، مش كان نفسي استني، مش كانت أمنية عينك إنك تشوفي السيسي وجها لوجه؟ طب هو ربنا حقق لك الأمنية. يعني أنا في المشهد الأوفر قوي ده افتكرت يوسف بي وهبي. يوسف بي وهبي له إفيه عالمي، عالمي يا معلم، عالمي في فيلم إشاعة حب. لما حد كان قال له، قال بيقول لعمر الشريف انت مش كنت هتدفع نص عمرك وتشوفه؟ طب ادفع عمرك كله. مش كنت نفسك تشوفيه؟ طب خدي قبلي بقى، يعني قبلي بقى، ونفسي اقابلك وجه اللي اخص عليكي بقى. انت اللي كنت زوجة محمود بيه مرسي، سعد الدين وهبة، انت اللي كنت بتقفي على المسرح القومي وتعملي لنا روائع سعد الدين وهبة السبنسة وغيره، جاي تقولي لي الجار ده، تقولي لي كان نفسي اشوفك وجه لوجه؟ ليه؟ محرومه؟ معرفش ليه افتكرت الاستاذه عايده عبد العزيز تقريبا اسمها، فنانه عايده عبد العزيز، كانت تكرهك عمى، افتكرتها والله. كان اسمها عايده عبد العزيز اللي هي كانت مرات المخرج احمد عبد الحليم. كان اسمها عايده عبد العزيز؟ اعمل سيرش كده، اسمها عايده عبد العزيز الفنانه، اكتب بس لو هي شكلها هي يبقى هي. كانت تكرهك عمى، ولما قعدت معاها اقتنعت بوجهه نظرها. ايه يا سميحه؟ نسيتي روائع المسرح العالمي اللي كان بيخرجها الاستاذ محمود مرسي في البرنامج الثقافي؟ فين؟ وريني شكلها، ما انا ما اعرفش عايده. تجيب لي واحده قريبتك وتقول لي هي؟ يا عم هات الصوره وانا اقول لك هي ولا لا. طب معلش هات الصورة، هات الصورة. يعني نسيتي روائع المسرح العالمي اللي عملتيها مع الأستاذ محمود مرسي؟ أي اقفل الإيربيس أبوس إيدك، أيام ما كان بيخرج في البرنامج التاني لما رجع من إنجلترا. نسيتي ده؟ أيوة عايدة عبد العزيز كانت تكرهك عمى، عمى. ولما قلت لها ليه يا أستاذة عايدة، قالت لي هي ما اشتعرتش ولا خافت خدت حقها غير لما اتجوزت سعد الدين وهبة، كان يجيبها معاه في اي مسرحيه يكتبها. عيب والله، والله عيب، عيب تبقى واحده عندها تاريخ زي كده اذاعي ومسرحي. وحتى في السينما انت عملتي دور متهيألي او ادوار مهمه في السينما، يعني ما ينفعش تقولي الجعير زي ده. انا كان نفسي اقابلك وجه له. ليه؟ عبد الناصر، سادات، مبارك، انت مالك ايه؟ طب خلاص مش مشكله، طب اهو خلاص عدى اللي عدى اهو بيهد. ايوه استنى، بيقول لك كان نفسك تشوف عمرك كله تدفع نص عمرك؟ طب خد يا سيدي ادفع عمرك كله. فظيع، اتفضل بيع عمرك كله. مش كنت عايزه تموتي في وعزيز مصر؟ قبلي بقى، قبلي بقى اهو، بتستغيثي عشان ما يهدوش المسرح العائم ومسرح الطفل. الممثل محمد علي رزق كتب بوست اعلن فيه رفضه هدم المسرح العائم، وقال سيبوا المسارح في حالها. ادي البوست بتاع الفنان، قال هو هما بجد هيهدوا المسرح العائم؟ ما تسيبوا المسارح في حالها، يمكن اللي مش عاجبكم ربنا يحلها سبب انها تصلح الحاله. يعني ده اللي بيقوله الممثل محمد علي رزق. الكاتب والمسرحي الشاعر يوسف مسلم كشف عن السبب وراء هدم المسرح العالم باسم مسرح، اللي كان باسم مسرح معروف، كان باسم مسرح فاطمة رشدي. عارفين هيتهد ليه؟ الراجل ده بيقول انه هيتباع لواحد مستثمرين، هو اللي كاتب كده. المسرح العائم بالمانيال اللي هو بيقول ان هو باسم مسرح فاطمه رشدي
سوف تنزع أرضه من البيت الفني للمسرح لبيعها لأحد المستثمرين. فضل مع الداوي دائما تنتصر، ولا عزاء للدكتور مفيد أبو الغار ورفاقه تطار الزمن الأغبر. بمناسبة الدكتور أبو الغار اللي كان بيلعب دوره الأستاذ جميل راتب رحمة الله عليه، ومناسبة سميحة أيوب، جمعتني في بيت الست سناء جميل، قاعدة في بيتها في المقطم قاعدة، وكنا بنتكلم على مسلسل الراية البيضة اللي هو عملته سناء جميل، واللي بيدور حوالين المعلمة فضل مع الداوي سناء جميل اللي عايزة تشتري فيلا تاريخية في الإسكندرية وتهدها وتعمل مكانها برج، وبيقف قدامها الدكتور مفيد أبو الغار اللي كان بيلعب دوره جميل راتب، وكان معاه الله يرحمه هشام سليم وآخرين يعني. فالمسلسل عجب مصر كلها، وأنا واحد من الناس يعني، لكن أنا فوجئت إن الأستاذة سناء جميل ما عجبهاش الأستاذ جميل راتب، وقالت لي بالنص والله، وكان في ناس شاهدة على الواقعة دي، واحدة بس قالت لي بالنص. أنا قلت للمخرج يجيب الأستاذ محمود مرسي، ده بمناسبة الأستاذة سميحة أيوب لأنها كانت زوجة محمود مرسي. فقالت لي أنا كان نفسي يجيب، اتحايلنا كتير على محمود مرسي ورفض. فقلت لها رفض ليه؟ قالت لي رفض لأنه قال ده مسلسل بطولة سناء جميل، أنا دوري فيه إيه؟ الدكتور مفيد أبو الغار اللي بي يعني مش دور يعني، ده وجهة نظر الأستاذ محمود مرسي رحمة الله عليه برضو. فقلت لها طب ما الشام، طب ما الدكتور، ما الأستاذ جميل راتب لعبه حلو يعني، إيه الفرق يعني؟ هي طبعا ممثلة عظيمة وتاريخ خبرة. قالت لي بالنص كده الأستاذة سناء جميل، لا لا محمود مرسي راجل، تحس انه راجل كده ماله هدوم وكده راجل، جميل راتب طري. محمود مرسي الأستاذ الكبير قوي ده كان زوج الأستاذة سميحة أيوب وخلف منها علاء، ده كان راجل، إنما يبدو ان الأستاذة سميحة أيوب نسيت الناس دي يعني. فعلا في عهد السيسي فضل مع الداوي دي اللي هي سناء جميل في الراية البيضاء هي السبب، أو هي اللي دايما بتنتصر، ما بقاش في مكان للفن ولا للثقافة ولا للدكتور مفيد أبو الغار، سواء لعب دوره جميل راتب أو كان هيلعب دوره محمود مرسي، لأن السيسي ممكن يبيع التاريخ. هذا زمن نشأة الديه، هذا زمن أحمد موسى، هذا زمن أي مطبلاتي، لكنه ليس زمن الفن. حتى الفنانين فيه اللي كان ليهم قيمة بيبيعوها ببلاش. يا أستاذة سميحة، لا فرق بين هدم المسرح العائم وتطبيلك للسيسي بالطريقة دي، مفيش فرق، لأنه أنت أهم من المبنى. فإذا أنت قلت للسيسي شعبك بيحبك أنت كدابة، فلا قيمة للمبنى أنه يتشال، إيه القضية يعني؟ ما يتشال مسرح. إذا كانت قيمة بشرية زيك بتطبل للراجل ده وطلعت تقول له أنت عزيز مصر، الشعبك بيحبك، وأنت تعلمي أن الشعب كله بيكرهه، الحيطان بتكرهه، الطرق بتكرهه، وطلعت تقول له شعبك بيحبك، فأنت بتضليه أكتر، زيك زي المسرح اللي هيتهد بالظبط، بل أنت القيمة أكتر من المسرح. فإذا كان قيمة زيك كده هتطبل لجعر زي ده، يتهد المسرح عادي جدا، مفيش فرق. اللي بعده، ما زالت الجمهورية الجديدة بتاعت السيسي الحقيقة بتأتينا بكل جديد وطريف الصراحة يعني. امبارح كان في مؤتمر تمكين الشباب، ايوه زي ما سمعت كده، تمكين الشباب اقامته منظمات المجتمع المدني، واللي اتكلم فيه البرلماني عبد الهادي القصبي. عارف عبد الهادي القصبي ده بتاع مين؟ ده بتاع الطرق الصوفية. بيقول لك الدولة، ده بتاع الطرق الصوفية يعني بتاع قال الله وقال الرسول. امال ايه؟ ده بتوع بقى الصوفية بقى بتاع الزهد كله. أكلمك عن ايه؟ هقول لك ايه عن الشوق يا حبيبي؟ دي ناس ملط، ناس ملهاش
طمع في حاجة صوفية بقى، يعني يلبسوا الخيش، يعني رجل تقي نقي وارع طالع يقول لك الدولة انتصرت لملف حقوق الإنسان وحياة ربنا زي بقول لك كده، والختمة زي بقول لك كده. الراجل عبد الهادي بقول لك يا بيبو الخبر اهو يا عم، خلينا مع الخبر ماشي. استنى بقى، خش كده اعمل سيرش على عبادي القصبي. تخيل الراجل ده اهو عايز بقول لك كده، طلع يقول لك الدولة تنتصر لملف حقوق الإنسان. الله أكبر الله أكبر. أنا ما قلتش حاجة من عندي، ده راجل صوفي يعني بتاع ربنا، يعني الراجل ده ما بينامش غير لما يتلو الأوراد بتاعته، وفي قيام الليل وفي التهجد. أقول لك إيه، الراجل ده يا حضرات مواظب على الصلاة. بص شوف الصورة، شوف الصورة. أنا أقول لك إيه، شوف التقوى، التقوى بظة من العباية. شايف الوضع، وضع ده ولا مش وضع؟ وضع ده، وضع يا بيه. الراجل ده هو اللي التقوى لما واخذة مش عارف يلمها بيقول لك الدولة انتصرت لحقوق الإنسان. أيوة والله زي بيقول لك كده، أيوة، ما هو شهر الانتصارات والوضوء الوضوء الفني، هو ده بقى الوضع الفني للصلاة. بيقول لك السيسي انتصر لملف حقوق الإنسان، يعني السيسي لو حياته كلها ما فيهاش إنجاز عنده الإنجاز ده. اللي بيقول الكلام ده هو مش واحد أمرتي ولا واحد بتاع برات، ما ليه؟ ده واحد لا مؤاخذة دوب حصر المساجد صلاة. أنا مش عارف مين الناس دي والله العظيم، تعمل إيه في الناس دي؟ طب يبقى كده السكسوكة دي مش على بقى، مش على شيخ بقى، دي ممكن تبقى على حاجات كتير جدا أنا ما أقدرش أقولها لأنها أبيحة. ممكن يعني، ممكن لو أنا بعمل كاستنج أختاره بارمان مثلا، ليه لأ؟ أو أختاره واحد من اللي بيلعبه قمار. تخيل الراجل طلع يقول لك كده بأمارة إيه بقى؟ بأمارة إيه بتنتصر لحقوق الإنسان؟ بأمارة إن كان في شاب سكندري النهارده كان معتقل في اسكندرية، وبعد ما اعتقلوه مصوا دمه وخدوا شبابه، بقى عليه يروح الأمن الوطني كده رايح جاي كده، خرج من معتقل من الأمن الوطني اتفرض عليه مراقبة، يعني يروح كل أسبوع مقر الأمن الوطني يمضي يقعدوه كام ساعة جوه كده يتشتم بأمه بأبوه بأخته وبعدين يخرجوه. فراح المرة دي خرج وقع في الطريق، راح المستشفى مات. ده اللي قالته الشهاب مش أنا. أهو وفاة جديدة بالإسكندرية وأصابة للتهم تتجه للأمن الوطني بالبطاش. وفاة الشاب أحمد عبد الله أحمد محمد يونس 29 سنة بعد خروجه من فرع الأمن الوطني بمنطقة البطاش بالعجمي بالإسكندرية بعد انتهاء فترة المتابعة المفروضة عليه من قبل الأمن. دخل الساعة 12، تم احتجازه هناك حتى الساعة 12، دخل الساعة 1 الظهر، يعني قعد 12 ساعة تقريبا، وبعدين خرج اتصل بوالدته يطمنها لخروجه، ثم وقع مغشيا عليه أمام فرع الأمن الوطني وتم نقله للمستشفى. وبالمستشفى كان آخر كلامه أنه تعبان وحاسس دماغه منملة ولم تستطع إدارة المستشفى إسعافه ومات. وقامت المستشفى بإبلاغ زوي واتفتح تحقيق وانتهى رأي الطب الشرعي للصيغة المعروفة، هبوط في الدورة الدموية وتم دفنه. ويطلع عبد الهادي القصبي يقول لك إيه؟ يقول لك الدولة انتصرت لملف حقوق الإنسان. تخيل؟ أنت متخيل؟ بأمارة إيه؟ يا راجل اتقي الله في الصلاة اللي بتصليها. كانوا يقولون من لم تنهى صلاته عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له. هو في منكر غير الكد أكتر من الكد؟ وفي فحشاء غير إنك تكذب زي سماح أيوب كده؟ بأمارة إيه؟ بأمارة علاء فتاح اللي السيسي رافض يخرجه بعد انتهاء مدة الحكم بتاعته، والمنظمات الدولية دلوقتي بتكرمه وادت له جوائز وهو جوه السجن،
واستلمت الجايزة هو لي الكاتبة في مدى مصر لينا عطلة، عايز أحيي مدى مصر يا لينا والله، استلمت الجايزة مكانه لينا عطلة، خدها مناصفة مع الست دي بأمارة إيه؟ بأمارة أمه اللي بقالها أسبوعين داخلة في إضراب عن الطعام، رافضة التعنت ضد ابنها ومحدش سأل فيها خالص زي ما العربي الجديد بتقول. أسبوعين بأمارة إيه؟ لا، واللي يضحك كمان إن المؤتمر ده طالع فيه ناجي الشهابي يقول إن في عصر، إن في مصر في عهد السيسي بتعيش عصر تمكين الشباب. تمكينهم من ايه يا ناجي؟ هو ده الفرق بين ناجي الشهابي وناجي العلي. بص ناجي الشهابي، شايف ناجي الشهابي؟ يا راجل معقوله مصر بتعيش عصر تمكين الشباب؟ انت عايز تفهمني ان السيسي مهتم بالشباب للدرجه دي؟ انا معاك فعلا، هو ده عصر تمكين الشباب انهم ياخدوا مقاعد في السجون لمجرد انهم يرسموا رسمه تبين بشاعة الوضع الحالي، زي ما حصل مع أشرف عمر اللي بيتجدد له الحبس للمرة السادسة عشان رسمة. اتفضل. مراته وحماه خربين الدنيا عليه بره، ولا حد سأل فيه، ولا حد يسأل تمكين الشباب يا أستاذ ناجي، ولا تمكين الشباب بإخفائهم قصريا ومحدش يعرف عنهم معلومة واحدة، وده اللي عمله السيسي مع الصحفي أحمد بيومي اللي الأمن اعتقله والدورة الشمس. تعيد اعتقال الصحفي أحمد بيوم، تعيد من 16 سبتمبر الماضي حيث تم اعتقالي واقتيادي إلى جهة غير معلومة. هو ده التمكين؟ الشباب في عهد السيسي بيتمكنوا فعلا، لكن تمكنهم في السجون أو في قطارات الموت. واحد من الشباب اللي تم تمكينه في عصر السيسي كان راكب القطر بتاع المنيا امبارح وخده ونزل الترعه. الشاب ده عيني مش لاقينه، ووالدته بتحايل عليهم انهم يرجعوا ابنها جثه، جثه ما بقتش ليه اسم، بقى جثه. شوف اللي واقفين حواليها الامن حق يعني حنين عليها، لكن ام الولد بتاع اسكندريه اسمه احمد عبد الله، وهو كلم امه وقال لها انا خرجت خلاص، وراح واقع مات. الامن مش هيسال فيها، ملناش دعوه، هبوط في الدوره الدمويه. ده اللي بيقوله عبد الهادي القصبي اللي هو شيخ مشايخ او حاجه كده، رئيس هيئه الطرق الصوفيه، شيخ مشايخ الطرق الصوفيه. اسمعوا كده، اسمعوا الراجل اللي بيقول لك ازهى عصور التمكين. صوفي ده ولا مش صوفي؟ صوفي مفيش بعد كده يعني، او صوفي انت. خلينا نطلع فاصل عشان اتحرقت بس ونروح ترند. ازعل ولا ما ازعلش؟ حد فاكر الجمله دي قالها السيسي امتى؟ السيسي قال الجمله دي امتى؟ لما طلع هاشتاج اسمه زمان ارحل يا سيسي. لسه تصريحات السيسي مولعه السوشيال، اللي عمل هجمه مرتده عليه ورجع له تاني بقى هاشتاج اللي بيزعله وبينكد عليه، ارحل يا سيسي، على منصه اكس وعلى فيسبوك. السيسي هو اللي بدا واتهم الشعب ان الشعب هو سبب افلاس البلد بسبب تبذيره في استيراد ورق الفويل والجبنه الفلامنك وادوات التجميل. دي كانت عينه كده من هرتلات السيسي، خلينا نشوفها كده في الجراف ده. ادي الجراف اهو، بتلوموني ليه لو شفتم عينيه؟ لا ده عبد الحليم السيسي بيقول لك بقى، بص يا سيدي، بنستورد شوكولاته ب 400 مليون جنيه يا مبذرين، ورق فويل ب 500 مليون جنيه، ده ايه ده؟ جبنه فلامنك بمليار، بمليار و200 دولار و200 مليون، وسيراميك ب 235، مستحضرات تجميل في 10 سنين ب 500 مليون بتاكلوها، حقائب يد ب 200 مليون بتعملوا بيها ايه؟ جايين تلموني وتقولوا لي الدولار غلي ليه؟ نقدم كل الدعم للحكومه لتصنيع المنتجات محليا. نشطاء كتير جدا قالوا مفيش حد يوقف المتخلف ده، ده طالع يهرتل ويرمي فشله على الشعب. مش انا اللي قلت كده يا جار، ده معاذ
معاذ قال لك عندما يتحدث الشخص المتخلف الذي يحكم بلادي أشعر بحالة من الغثيان والقيء. لماذا يتحدث هذا الأبله؟ ألا يوجد رجل رشيد أو حتى غير رشيد ينصحه بألا ينطق؟ للأسف لأول مرة في التاريخ السياسي أن يبرر الفاشل فشله ويتفاخر به. أخيرا الأرقام مجردة لا تكذب، ولماذا لا ترحل بعد 11 عام فشل؟ ارحل يا سيسي البومة الفاشل. السيسي اكتشف فجأة بعد 11 سنة خراب وسرقة أنه لازم يصنع. ده اللي كتبه الدكتور مهندس صلاح الدين، اللي كتب قال لك بعد 11 سنة خراب ونهب وسرقة السيسي بيكتشف لازم نصنع ما نستورده، مع أن دي أبجديات اقتصاد وسياسة. مشروعات الفنكوش كانت من أجل إفلاس مصر، أين المشروعات الإنتاجية؟ ارحل يا سيسي كفاية خراب. اللي بيقوله السيسي ده بيدل على تخلفه وجنونه، كمان علشان هو اللي قفل المصانع زي ما قال الشاعر والكاتب هاني إسحاق. إيه التخلف ده؟ إيه التخلف ده؟ يعني تقفل مصنع الحديد والصلب والسكر والألمونيوم والنحاس وبتقول عايز إنتاج؟ ابنك مجنون يا حاج. يعني الدولار ما ارتفعش بسبب القروض ولا بسبب العاصمة الإدارية ولا بسبب الكباري ولا البرج الأيقوني، تؤتؤ بسبب الورق الفويل. معانا مجنون في الأسانسير. لكن إما شايفة إن في سبب تاني غير ورق الفويل والجبنة. تعالوا نشوف كتبت إيه كده في التغريدة دي. بتقول الشعب السبب في الأزمة، الشعب هو السبب في أزمة الدولار، لأن الجبنة وورق الفويل بيكلفوا الدولة كتير. وراحت مشاورة على المزات نعيمة، سوري قصدي انتصار، والمزات آية السيسي، قالت لك الشعب هو السبب. ممكن تكون المزات انتصار وآية بنت السيسي هم سبب ده اللي قالته قيمة، لكن في حاجات تانية تخص السيسي نفسه كتب عنها صاحب السعادة. بيقول لك نفهم من كده انه سبب ازمه الدولار الحقيقي استيراد ورق الفويل، مش استيراد اغلى طياره في الكون بنص مليار دولار، 25 مليار جنيه مصري، غير الاربع طيارات الفالكون اللي قبلها، غير القصور الرئاسيه وفرشها المستورد بالكامل. طب انت متخيل انه بيعتبر افتتاح معهد السكه حديد انجاز كبير يحضره رئيس الجمهوريه بنفسه بالساعات وتنقله كل المحطات، مع ان ده انجاز يفتحه محافظ في اي دوله بتشتغل يعني وبتنجز بجد. يعني ورق الفويل السبب في وصول الدولار لخمسين جنيه بعد ما كان بستة جنيه. لكن القروض اللي وصلت الى 170 مليار، القروض اللي وصلت ل 170 مليار جنيه، 170 مليار دولار، والعاصمه الاداريه والعالمين الجديده وبناء القصور الرئاسيه والطياره الرئاسيه والكباري وحفر قناه السويس الجديده الى اخره، ما لهمش دعوه بسعر الدولار. يا الباتشينو القائد. أو السيسي بعد كل الإصراف ده جاي يكلم المصريين عن السفه والتبذير. ده اللي كتب مهاب. يقول له يبقى عامل مسجد الفتاح العليم في الصحراء ب 30 مليون جنيه، مليون دولار. وكاتدرائية للإخوة الأقباط في الصحراء ب 30 مليون دولار. وأكبر وأضخم نجفة في الكوكب كله وطيارة رئاسية ب 500 مليون دولار، ويكلم المصريين عن السفه والتبذير. السيسي حالف يموت المصريين مجلوطين. هو كده، ويقول لهم انتوا السبب بتاكلوا شوكولاته مستورده، زي ما كتب برضو صاحب الحساب ده. شوكولاته يا راجل يا ناقص، شوكولاته اللي بناكلها ومغليه عيشتنا طلاق ثلاثه ما دقتها من سنين يا عره الرجاله. ده مش بس هيخربها، ده حالف يموتنا كلنا مجلوطين. مش بس الشوكولاته اللي بيحسبها على الشعب، ده بيحسب عليهم الدواء اللي مش لاقينه، زي ما كتب محمد بيقول لك بتقوله البلد كانت بايظه وكهن، وكنا عمرنا ما شفنا الخراب ده ولا رئيس بيتكلم بالسخافه دي عن استخدام المصريين. ده انت يا جدع جاحد بتحسب لنا الدواء اللي مش لاقينه. فقر الشعب ده وذله مخطط انت بتنفذه وعصابتك. السيسي خاين وعميل، ارحل يا سيسي.
حضرات السادة، ده اللي قالوه بعض المصريين عن السيسي وعن كلام السيسي. بعد فاصل قصير في بقى أبو الغيط. أبو الغيط بيشتغل إيه بقى يا أولاد؟ أبو الغيط بيشتغل أمين عام لجامعة ماتت اسمها جامعة الدول العربية. والله إذا بقول لك كده قسما بالله العظيم من 10 سنين، والله الذي ما أعرفش الفيديوهات دي موجودة ولا لا، من 10 سنين بقول له ادفنوها اوقدوها خلاص، ملهاش لازمة جامعة الدول العربية. اسمع بقى طالع معايا يقول إيه. وبعدين في برضه بعد الفاصل العشاء الأخير، جماعة كانوا قاعدين يتعشوا، جا ملك الموت خدهم. السبب انفجار مسيرة لبنانية في معسكر لجيش احتلال الجيش الاحتلال الإسرائيلي بحيفا. خلينا نشوف ده وغيره بس بعد الفاصل. في الوقت اللي الاحتلال الإسرائيلي فيه الحقيقة بيسعى بكل آلة الحرب التدميرية المؤيدة من كل دول العالم أو من أغلب دول العالم، في الوقت ده عشان هو ينفذ خطة الجنرات وإفراغ شمال غزة من السكان، المقاومة في لبنان بتفاجئ العدو الإسرائيلي بضربة جديدة لم يتوقعها بعدما انفجرت مسيرة لبنانية في قاعدة عسكرية للاحتلال في حيفا، أسفرت عن مقطع 4 جنود وإصابة 67 آخرين كانوا الحقيقة قاعدين يتعشوا. العملية دي أطلق عليها العشاء الأخير زي ما بتقول المنصة كده، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67 في هجوم لحزب الله بمسيرتين على حيفا. وبرضو أدي صور الجنود من روسيا اليوم، ممكن برضو هم صور الأربعة اللي راحوا وبال الباقي. أدي الجيش الإسرائيلي ينشر بيانات قتلى مسيرة حزب الله. المسيرة التابعة لحزب الله اللي انفجرت في معسكر قدرت توصل لصالة الطعام والدول كانوا قاعدين يأكلوا، وحولتها إلى ساحة للدماء. بعد ما انفجرت قاعة الطعام والترابيزات اللي عليها الأكل تحولت في ثواني لمشهد كأنه في فيلم رعب بعد انتشار الدماء في كل مكان. ودي صورة اهي من صورة قاعات، نفس القاعة اللي كنت شفتها فيديو. كان نفسي أشوف الفيديو كامل لحد اللحظة دي بس ما عرفش ليه قطعوه، تقريبا رفقا بالقوارير. بس القوارير لازم تفرح في الحكاية دي جدا، تفرح. أمال يعني نفرح لما نشوف العكس؟ خلينا نشوف دي القاعة هي قبل وبعد، اهي قبل وبعد. المقاومة في لبنان قدرت تخدع منظومة الدفاع جيش الاحتلال لدرجة ان المسيرة وصلت لصالة الطعام في القاعدة واطلقت مجموعة من الصواريخ البالستية للتمويه على الطائرة عشان ما تترصدش، لانها بتحلق بشكل منخفض عشان كمان ما يتمش رصدها بالرادارات. وده اللي قالته إذاعة الجيش، إذاعة الجيش الإسرائيلي. حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة. كمان روسيا اليوم بتقول إن التايمز أوف إسرائيل قالت تكشف سبب عجز تل أبيب عن إسقاط المسيرات التي هاجمت معسكر جولاني. بعد عملية المقاومة اللبنانية في القاعدة الإسرائيلية طلع نتنياهو يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج قوات الأمم المتحدة اليونيفيل من لبنان عشان هيوجه ضربة حازمة. كذاب طبعا، كذاب. في الوقت اللي المقاومة في لبنان بتهاجم بشراسة الاحتلال الإسرائيلي في الشمال، ما زال نتنياهو ماشي في خطة إخلاء شمال قطاع غزة بكل أشكال إجرام الإبادة. بيرتكب مجازر في جباليا وبيقصف مخيمات النازحين في مستشفى الشهداء الأقصى لدرجة إن الناس ماتوا متفحمين من شدة النيران. لكن رغم المجازر اللي بتحصل كل يوم لسكان قطاع غزة، إنما ما زالوا صامدين ورافضين يتركوا بيوتهم حتى لو قصفها الاحتلال في رؤوسهم. وده اللي قالته مواطنة فلسطينية بتقول لكم اعملوا أي حاجة، الناس بتتحرق أحياء. لهذا الحد احنا رخاص. والله العظيم فيديو نشره سكاي نيوز لشاب فلسطيني أو صبي فلسطيني أو
بيقول مش عايزين القدس، مش عايزين مقاومة. وسكاي نيوز إماراتية يعني، شوف الناس. في الوقت اللي أهلنا في غزة بيعيشوا مجازر يومية بيروح ضحيتها مئات، والمقاومة بتكبد العدو الإسرائيلي خسائر في الأرواح والمعدات لإحباط مخططاته تجاه فلسطين ولبنان، بنشوف مسؤولين لسه بيدافعوا عن إسرائيل وبيحملوا أكتوبر 7 أكتوبر والمقاومة مسؤولية اللي بيحصل في غزة. تخيل ده مين؟ ده أمين عام جمادة العربية. ما أوسخكم، ما أوسخكم، زي ما قالت. ده الراجل بيبرر، بيبرر بيقول لك اللي حصل 7 أكتوبر عنف ضد مدنيين إسرائيليين، وده اللي خلى إسرائيل تعمل كده. ما أوسخكم. والله العظيم لولا في ضيوف بس كنت قلت القصيدة الكاملة بتاعت الراجل مظفر النواب تقريبا. أولاد القحبة لا أخجل حين أصارحكم بأن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم. أمين عام جامعة الدول العربية، أمين عام جامعة الدول العربية طلع يبرر لإسرائيل المجازر على رأي الست اللي قالت والله ما يعني. حتى نسمع لولو الخاطر المسؤولة القطرية كان لها تصريح، يعني على يعني نسمع تصريح محترم. إلى الأشقاء الذين كفوا أنفسهم عناء طرح السؤال العبثي أين العرب، لا سيما في مخيم جباليا المخزول منا جميعا والمنصور من الله بصمود أهلي فلسطين الحزينة، سامحينا فإن الخازلون إذا دعينا، فعذرا كم نخوض الحرب دمعا ونرجع من جراحنا صاغرين، من جراحك صاغرين. دي مسؤولة، بينما أمين عام جامعة العربية بيبرر لإسرائيل. أنا مش هقول غير الست العاهد دي اللي قالت ما أوسخنا، ده احنا كمان بندين ال- 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 والست طالعة تقول لك احنا حتى بندين نفس الفعل بقالنا سنة، ما بنعملش حاجة تانية، بندين نفس الفعل بقالنا سنة. ما أوسخنا أهو سنة كاملة ونحن نكتر الكلام نفسه وندين الفعل والطواطئ نفسه ونواصل الحياة. ما أوسخنا، هل عاهد ده حتى اللي بيدين يطلع أمين جامعة الدول العربية ويقول لك اللي حصل في 7 أكتوبر حجم عنف، عنف. تخيل أمين عام جامعة الدول العربية وتطلع سكاي نيوز تذيع فيديو الشاب اهو. بص شوف الفيديو اللي ذاعته سكاي نيوز، سكاي نيوز زي على الفيديو ده مصوراه وزيعاه قناه سكاي نيوز، وامين عام جامعة الدول العربيه طالع يقول كلام زي ما انت سمعت كده. احمد ابو الغيط اللي المفروض بيرئس جامعه الدول العربيه عن 22 دوله عربيه، وبدل ما يكون ليه موقف ضد اللي بيحصل يا اخي اعمل موقف، يا اخي ابوس ايدك اعمل موقف زي اللي عملته ايرلندا واسبانيا والمانيا، اعمل موقف، اعمل راجل مالكم. شوف يا أخي، هات أسبانيا وألمانيا، إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال لوقف هجماته في على اليونيفيل في جنوب لبنان. اعمل كده يا راجل. أسبانيا ترفض انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان، اعمل كده. انتوا مالكم في ايه كلكم كده؟ بدل ما يكون لي موقف ضد اللي بيحصل من الاحتلال، لا بيحمل المقاومة اللي بيحصل. ومش بس كده بقى، ده رجع لورا بقى قوي، ان لا ده مش 7 اكتوبر بس، ده كل اللي بيحصل ده سببه 25 يناير. ده امين عام جامعة الدول العربية، يعني شيء في منتهى الخسة والندالة من مسؤول المفروض ان يكون له موقف مناصر لغزة للبنان مش ضدها. لكن ندالة ما كانتش بس من ابو الغيط، ده كمان بيتم التخطيط لتولي محمد دحلان مسؤولية إدارة الغزة بعد الحرب. وده ده احنا قلناه من زمان الكلام ده، لكن جت قالته تاني قناة الـ 12 العبرية في الخبر ده. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أجرت مناقشات مؤخرا بشأن إمكانية تولي مستشار رئيس الإمارات محمد دحلان زمام الأمور بغزة، وهو يقدم نفسه من 12 سنة كمسؤول ملف. محمد دحلان اللي السلطة الفلسطينية طردته، اللي فتح قالت عليه جاسوس. مشهد مليء بالتطورات والخيانات والبطولات والمؤامرات، وما بين تطور عمليات المقاومة وتنوعها في العمق الإسرائيلي
وبين إصرار الأنظمة العربية على الانبطاح الفظيع ده هيدور النقاش مع ضيوفي دكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق. دكتور حسن أهلا بحضرتك. أهلا بيك. آسف لأن أنا أخرت على حضرتك قوي. لا ولا يهمك. ومعي أيضا العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري. سيادة العقيد أهلا بحضرتك. حياك الله. دكتور حسن بعد إذنك عشان عرفنا الدكتور سيادة العقيد مؤخرا الآخر يعني فهنبدأ معاه بالأسئلة بعد إذنك. تفضل. سيادة العقيد عمليات الجولاني أو خطة الجنرالات إذاعة جيش الاحتلال وصفت العملية المسيرة اللي تابعة لحزب الله بأنها الأصعب. وكان في أقاويل كتير لقادة الجيش الإسرائيلي حوالين صدمة من العملية دي. برأيك ما دلالة العملية اللي قام بها حزب الله في هذا التوقيت بعد اغتيال تقريبا معظم قياداته على رأسهم السيد حسن نصر الله؟ حياك الله أستاذ ولضيفك الكريم. نعم يعني اغتيال شخصيات سياسية وقيادية من الصف الأول والثاني والثالث وحتى من القيادات الوسطى والميدانية لا يعني بأن هناك لا توجد أعمال عسكرية ضد العدو الإسرائيلي، فهناك أدوار موزعة أو مهام موزعة كما يقال في المفهوم العسكري، مهام موزعة على كل الأطراف، هذه الأهداف مرسومة وعلى الحدود وكذلك على قوات الطيران والصواريخ وغيرها تقوم بواجباتها حتى ولو لم يكن هناك قيادات سياسية تدير هذا المشهد. طبعا غياب القيادات العسكرية والسياسية أربك الجميع وقلص الإمكانيات الميدانية لحزب الله، ولكن أتوقع بأن هذه الضربة التي أثرت بالأمس على لواء جولاني في منطقة بنيامينة والتي ضربت قاعدة عسكرية للواء جولاني والذين يتدربون وكما سمي في العشاء الأخير، حتى الناس في تلك المنطقة لم يعلموا أين هذه القاعدة، لذلك تدل أولا على أن هناك استطلاع كامل، استطلاع دقيق لحزب الله في تلك المنطقة، وأن هذه المسيرة من طراز شاهد 107 أتوقع بأنها وصلت إلى أهدافها رغم وجود العديد من يعني من طبقات الدفاع الجوي إن كان مقلاع داود أو القبة الحديدية أو حتى حدس 1-2-3 أو حتى الباتريوت والثاد وغيرها التي ستأتي غدا ستصل إلى الأراضي المحتلة، وهذه المنظومة الثاد الأمريكية التي ستأتي ترابط داخل هذه المنطقة لتعزيز الدفاعات الجوية. هذه العملية طبعا لم تأتي من فراغ، أتت بعد إغراق وسائط الدفاع الجوي بموجات من الصواريخ الكاتيوشا المرتفعة والمنخفضة والمسيرات حتى تتمكن هذه المسيرة من التسلل والاختفاء ومن ثم الظهور والوصول إلى هدفها التي أدت إلى كما حدث أو كما ذكر بأنه أمر صعب وأن الحكومة الإسرائيلية اجتمعت وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يعني تكلموا كثيرا عن هذه الحادثة التي أدت إلى مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين وجرح و يعني بحدود 67 ومنهم 7 جراح خطيرة. إذن هي عملية تقول بأن حزب الله ربما يعني استفاق من الصدمة الكبيرة التي ضربت البيجرس ووسائط اللاسلكي وضربت القيادات العسكرية والسياسية، والآن ربما يعني زمام المبادرة يعني بدأت يعني تتجلى مرة أخرى، صواريخ دقيقة تضرب في العمق في تل أبيب في هرتيزيا في حولون في لتشيون في تلك المنطقة في حيفا في عكا في كرمائيل في مناطق عديدة، يعني اليوم أصبحت أهداف للحزب الله أو للصواريخ أو حتى للمسيرات في تلك المنطقة. أما إذا أتينا على الجبهة البرية التي يحاول الجيش الإسرائيلي استطلاع وفحص الجهاز الدفاعي من كفرتيلا من الطائرة، هنرجع لتفاصيل أكثر يا سيادة العقيد، بس خليني أروح للدكتور حسن.
دكتور حسن، القناة العبرية الـ12 الإسرائيلية قالت أن هناك مشاورات جرت لتولي محمد دحلان زمام الأمور بغزة بعد الحرب. ما تعليقك على هذا الطرح؟ وهل هناك ارتباط بين تولي دحلان وخطة الجنرالات؟ أنا بعتقد أنه هاي أخبار تبقى إسرائيلية، لكن المفهوم يعني العالم كله والغرب تحديدا طرح اليوم التالي بعد الحرب، وكأنه الإسرائيليين قد انتصروا في هذه الحرب، وهم حتى اللحظة لم يحققوا أي إنجاز يذكر على المستوى الاستراتيجي. صحيح قتلوا الناس، دمروا، فعلوا الكثير من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لكنهم لم ينجزوا أي شيء يذكر على هذا الصعيد. وبالتالي اليوم التالي بالنسبة للإسرائيليين هو اليوم الأول للحركة الصهيونية في مؤتمرها الأول في بازل، وهو طرد الفلسطيني من أرضه، منع عودته بالقوة، وأيضا زيادة هذا الاستيطان. وبالتالي هذا هو اليوم الأول إسرائيليا. وبالتالي كل الحديث الذي يدور من سيحكم هنا ومن سيحكم هناك، أنا أعتقد كلها أحاديث ليس لها قيمة تذكر في هذا الشيء. قضية الجنرالات، يعني خطة الجنرالات واضحة، هي حقيقة فرض حصار عسكري على شمال القطاع غزة، ثم محاولة تهجير قسري للناس ليكونوا في غزة وبعد ذلك في الشمال، وتجميعهم في جيتو، اسمه جيتو يعني المواصي يسموه، لأن عقلية الجيتوات موجودة في ذهن الإسرائيلي على جانب، بالإضافة أيضا إلى الذهاب بعيدا لبناء مستوطنات لتحقيق أحلام بن غفير في بناء مستوطنات جديدة في شمال الضفة، في شمال قطاع غزة. وهذا هي خطة الجنرالات. أما الحديث عما سيحكم قطاع غزة، لن يحكم قطاع غزة إلا من قاوم هذا الاحتلال وحقق الإنجاز الكبير. هذا الإنجاز التاريخي اللي بنعتبره إحنا 7 أكتوبر في طوفان الأقصى، كان حول الحلم الفلسطيني لحقيقة، حقيقة فيها بصمة الشعب الفلسطيني، يقاتل الشعب الفلسطيني وينتصر، وكل ما بعد ذلك هو مجرد. طب معلش يا دكتور حسن، أنا عندي يعني عندي تدخل هنا. حضرتك وأنا متفق معك تماما، لا أختلف معك، أنه الكلام عن مين هيحكم غزة ده كلام فارغ، لأنه إسرائيل تريد إخراج الفلسطين من هذه الأرض. هذا التحليل اللي حضرتك مؤمن به واللي أنا مؤمن به، ألا يعرفه أو ألا تعلمه السلطة الفلسطينية؟ يعني السلطة هي الغائب الأكبر في كل الذي يجري حقيقة. للأسف الشديد السلطة أصبحت جزء من النظام الرسمي العربي. السلطة تعي تماما أنه لم يعد هناك أي اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي. عندما تدخل قوات الاحتلال إلى مدن شمال الضفة الغربية، وتحديدا في طول كرم وفي نابلس وفي جنين وفي طوباس وغيرها، وهي مدن مصنفة على اعتبارها مناطق ألف سيادة فيها للسلطة الفلسطينية، بمعنى أن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة أنه لا يوجد هناك أي اتفاقات مع الجانب الفلسطيني، وكل المنطقة أصبحت منطقة تحت سيطرة الإسرائيلي يحكمها حاكم عسكري اسمه سموتريتش. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني ولا أدل على ذلك، عندما دخلت قوات الاحتلال بعديدها لمكتب الجزيرة في رام الله، وهو يبعد عن مركز المقاطعة مش أكثر من 200 متر هوائي، وتم إغلاقها علما أنه هذه ترخيصها من الإسرائيل من الفلسطينيين، وبالتالي اللي بيغلقها الفلسطيني وليس الإسرائيلي. كل هذه الرسائل أصبحت واضحة عند السلطة الفلسطينية أنه لا مجال لمن راهن على التسوية أو على الوهم الأمريكي بحل دولتين أو غيره، كل هذا انتهت. وبالتالي الفلسطيني أصبح مستهدما، سواء كان مقاوما أو مفاوضا أو مسالما، وبالتالي السلطة الفلسطينية بدأت تدرك ذلك. لكن حقيقة ما زالت بعض النخب السياسية الفلسطينية تصر على أنها تنتظر حلول سياسية تأتي من أمريكا، وهي تدرك أن الأمريكان هم الشركاء الحقيقيين والمخططين الفعليين لما يجري في قطاع غزة، وما سيجري في جنوب لبنان، وما سيجري في كل منطقة العربية في حال بروز أي ظواهر مقاومة في تلك البلدان، اللي بنأمل أن تتحرك شعوبها من أجل فرض أشياء أخرى مختلفة تكسر هذا الصمت والتخاذل والتآمر أحيانا على الموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. طيب أروح للست العقيد. ست العقيد أحمد، ست العقيد حمادة، البنتاغون صرح بأن واشنطن هتبعت منظومة دفاع صاروخية لإسرائيل من أجل صد هجمات إيران المحتملة، وول ستريت قالت أن في 100 جندي هيشتغلوا أو هيشغلوا المنظومة دي.
يعني كنا نسمع عن القبة الحديدية والآن نسمع عن منظومة جديدة للدفاع، ما الفارق بين المنظومة اللي بيكلموا عنها دي والمنظومة القبة الحديدية؟ نعم أستاذ محمد، يعني إسرائيل لديها عدة منظومات للدفاع الجوي، من مقلاع داود إلى القبة الحديدية، كل منظومة من هذه المنظومات يعني تقوم بصد صواريخ معينة على مستوى، على ارتفاع معين، على مسافة معينة، على سمت معين. أما بالنسبة للمنظومة ثاد التي لولا أن ما تم ظهور فشل المنظومات الأخرى في التصدي للصواريخ البالستية أو صواريخ الفرد الصوتية أو كذلك المسيرات والصواريخ الكاتيوشا التي ترمى بها شمال فلسطين المحتلة في إصبع الجليل وفي الجليل الأعلى وحتى منطقة عكا وحيفا في طول 40 كيلومتر، لما أتت الولايات المتحدة اليوم بمنظومة جديدة. وأتوقع بأن هذه المنظومة الجديدة ليست لدعم فقط الدفاعات الجوية الإسرائيلية في منظومة جديدة، وأن المئة جندي الذين سيأتون، لأن هذه المنظومة لو أتى إسرائيليون بحاجة إلى مدة من الزمن للتدريب، وهذه المدة أتوقع هم يريدون تقصيرها أو عدم وجودها، لأن الوضع الجو ملتهب والصواريخ تنهال وكل شيء، المعركة مستمرة. لذلك أتت هذه المنظومة بخبرائها بمشغليها لتأتي إلى هذه المنطقة. إسرائيل اليوم بصدد ضرب إيران ضربة قوية كما يقال، وهناك مفاوضات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية حول حجم هذه الضربة لإيران واتساعها والأهداف التي سيتم ضربها. فلو قامت إسرائيل بهذه الضربة فمن الطبيعي أن تقوم إيران بردة هذه الضربة، رغم أن هناك إدارة لهذه العمليات من قبل الولايات المتحدة بين الطرفين. هذا يعني بأن المنظومة ساد ستأتي من أجل صد الضربات. ما هي قالوا كده يا سيد العقيد، بس أنا عندي سؤال، يعني عندي سؤال قبل ما أروح للدكتور حسن. يعني أمريكا هتبعت منظومة ساد دي عشان منظومة جديدة لسد الصواريخ، ولكن هتبعت معاها 100 جندي أمريكي هيشغلوها، هل ده يعني شديد مزيد من السرية حوالين تشغيل هذه المنظومة، أم أنه الجيش الإسرائيلي مش مدرب عليها؟ ما الذي يعني فكرة إرسال 100 جندي لتشغيل المنظومة؟ نعم أستاذ، بالنسبة لمنظومة دفاع جوي كثاد تحتاج إلى 4 أشهر من المتدربين حتى يتم فهم هذه المنظومة وتشغيلها والتحكم بها وكيفية مسير صواريخها وكيف الاعتراض والحسابات الدقيقة على الكمبيوترات الموجودة. لذلك عندما تأتي هذه المنظومة وخبرائها معها ومشغلوها معها، وهم من أتقن هذه المهنة واستمروا في هذا العمل بشكل مستمر أو لفترة طويلة، ستكون أنجح ولا تحتاج إلى هذا الوقت، ضياع هذا الوقت الكبير. اليوم المعركة مستمرة، وربما إسرائيل تقوم بضربات قبل الانتخابات الأمريكية، لذلك الرد الإيراني ربما يأتي بفترة طويلة ولا يتم الانتظار لمدة ليتم التدريب على هذه الأسلحة أو هذه المنظومة لوقت طويل، كما تم في أوكرانيا حيث لم يدخل الخبراء الأمريكان للباتريوت وللإف 16، حيث تم تدريبهم خارج أوكرانيا ومن ثم العودة للتشغيل. وصلت. خلينا أروح للدكتور حسن. دكتور حسن، حقيقة في أخبار عن أنه حصلت مصالحة ما بين فتح وحماس، وحصلت أيضا وكلام عن تولي دحلان أمر غزة، ألا ترى معي أن المطالبة بالإفراج عن الرهائن لدى حماس خفتت اليوم أو خفتت بقالها مدة تماما، ولكن فوجئنا بأنه في زيارة من رئيس الشباك الإسرائيلي إلى مصر ولقاءه بعباس كامل، وقيل من ضمن ما قيل أنه هذا اللقاء تناول المفاوضات وإخراج الأسرى وبتاع، هل ممكن أن يكون اللقاء تناول عن ترتيب أو الحديث عن ترتيبات في الخريطة الفلسطينية أو في الأراضي الفلسطينية
في نفس سياق تولي محمد دحلان؟ يعني هو دار حوار، الحوارات الفلسطينية لم تنتهي. أنا بسمع كويس، أنا الصوت واطي عندي يا جماعة. الحوارات الفلسطينية لم تنتهي منذ زمن بعيد، وإنما بدأت وكان مستمرة، كانت في موسكو ثم في الصين وثم في مصر وقبل ذلك في مصر وقبلها في عواصم كثيرة من هذا العالم. لكن للأسف الشديد هذه النخب السياسية حتى اللحظة لم تدرك حراجة الموقف وحراجة اللحظة التي نعيشها الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني شعب موحد خلف مقاومته، لكن النخب السياسية ما زالت مختلفة، وبالتالي كل اللقاءات التي تعقد يتم الاتفاق فيها على قضايا كثيرة، ثم يعود المتحاورين مرة أخرى ليذهبوا كل يرمي الكرة في ملعب الآخر، أي بمعنى لا شيء ينجز. وبالتالي ما جرى مؤخرا في القاهرة ومحاولة حوار ما بين فتح وحماس تحت باب تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى آخره، لكن لم يصدر عن هذا الاجتماع أي شيء يذكر، على اعتبار كما قلنا أنه سيد الموقف الآن، يعني الموقف كله هو في إطار حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، مجازر ترتكب بالأصل بالأشياء. النقطة الأساسية يجب أن نطرح على كل الشعب الفلسطيني وكل حلفائه كيف نوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. الإسرائيلي لم يعد متحمسا لصفقة تبادل أسرى كما نرى، لأنه الآن انتقل من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، وبالتالي نتنياهو ليس يعني مهتم بهذا الموضوع، هو مهتم بقضيتين أساسيات: أن يبقى في الحكم لحد 2026 ليعاد انتخابه مرة أخرى، ليهرب من ملفات كثيرة ضده موجهة بالفساد وغيرها، وثانيا هو يريد حقيقة تحقيق خطط الجنرالات في شمال غزة من أجل يعني خلينا نقول الاستيطان أو طرد الناس وتحقيق الحلم الإسرائيلي. بالإضافة أيضا هو يريد يسعى بشكل أو بآخر إلى ما يسمى تدمير حزب الله، وحزب الله يبدو أنه عصي على التدمير بالرغم من النشوة التي أشعر بها نتنياهو سابقا عندما اغتال القيادات وعلى رأس هؤلاء سماحة السيد حسن نصر الله. ها هو حزب نفسه يستعيد قوته ويضرب بالعمق الإسرائيلي، بمعنى عندما يأتي هذا الصاروخ كما قلت أنت في العشاء بسموه تحت بالعشاء الأخير في بنيامين في مرج بن عامر جنب حيفا، هذا أمر يعني أعتقد أعاد يعني خلص نتنياهو من أحلام اليقظة وبدأ يشعر أنه في مأزق حقيقي. هذا المأزق يعني بالنهاية أنه دولة الاحتلال لا تستطيع حماية نفسها، وبالتالي يأتي الأمريكان من أجل حماية دولة الاحتلال. الأمريكان موجودين منذ بداية 7 أكتوبر، رأيناهم بالأساطيل بالبوارد بالسفن، وهم كانوا شركاء حتى في ضرب قطاع غزة بالأساس، وعندما قال الإسرائيلي أنهم حرروا 3 أسرى في قطاع غزة في انصيرات وغيرها، أعتقد اللي قام بهذا الجهد كله هم الأمريكان، الأمريكان والبريطانيين وغيرهم. وبالتالي رسالة أخرى أنه إسرائيل لا تستطيع حماية نفسها، وبالتالي تجلب هذه الصواريخ الأمريكية من أجل حمايتها تحت دعاوي أنه في هناك اتفاق يبدو أمريكي إسرائيلي من أجل توجيه ضربة لإيران، وبالتالي هم يعني ينتظروا الردود الإيرانية ليحموا هذا الكيان، هذا الكيان اللي حقيقة دور الوظيفي قد تغير بعد 7 أكتوبر. كان بالأول هو اللي يحقق مصالح الأمريكية والغربية، الآن الأمريكان والإسرائيل والغرب كله يحقق المصالح الإسرائيلية في ضرب الشعب الفلسطيني. وبالتالي أنا أعتقد الأمور اختلفت ولا يمكن أن تعود إلى طبيعتها السابقة، على اعتبار أنه هذا الكيان بين أوهم بيت العنكبوت كما يقول كان يقول سماحة السيد حسن نصر الله، وبنفس الوقت الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الآن امتزج الدم بعضه مع الآخر، ونحن في فلسطين نشعر حقيقة بالامتنان لإخواننا في جنوب لبنان، هؤلاء الذين قدموا الغالي والرخيص من أجل القضية الفلسطينية، وكان زعيمهم يقول دائما صاحب الوعد الصادق، وهو فعلا صاحب وعد صادق، لأنه حقيقة اليوم وحدة الساحة الفلسطينية واللبنانية هي سيدة الموقف. وأنا بعتقد الإسرائيليين بيعيشوا أزمة حقيقية كبيرة، طيب. وفي الأيام القليلة القادمة سنرى تظاهرات في تل أبيب وغيرها تطالب نتنياهو بالتنحي، على اعتبار أنه لم يصنع لهم شيئا في غزة، فشل وسيفشل في جنوب لبنان. وبالتالي طيب. أنا هاخد ده للعسكريا
الكلام اللي قاله دكتور حسن يا سيادة العميد سيادة العقيد كلام قد يكون سياسي، لكن عسكريا بعد كل هذا الدعم اللامتناهي من أمريكا لإسرائيل على مدار العام، إنما ما زالت قوات الاحتلال تعاني في غزة وجنوب لبنان، هل تعتقد أن ضعف المنظومة العسكرية أو الأمنية لإسرائيل انكشف أمام المقاومة؟ يعني حرب الجيوش الكلاسيكية تختلف عن حرب المقاومات. إسرائيل لديها إمكانيات ضخمة جدا من الطيران، وهذا ما رأيناه في قصف كل مكان في الضاحية الجنوبية. اليوم هناك قصف في منطقة الشوف في مناطق عديدة، إذن الطيران الإسرائيلي يستطيع الوصول إلى أي مكان في المنطقة، وهذا ليس سرا أو هو التكبير في حجم جيش الكيان الإسرائيلي. نحن لا نريد هذا، نريد هذا الشيء في دولنا العربية، ولكن للأسف الشديد هذه هي الحقيقة. كذلك هناك يعني نوع من الاستخبارات القوية جدا يعني للجيش الإسرائيلي، ما رأيناه في ضرب البايجرز والأجهزة اللاسلكي واستئصال قيادات عديدة جدا من حزب الله التي كانت لا يمكن الوصول إليها نهائيا ولا يمكن الوثوق بها، وهناك التنصت على أجهزة اللاسلكي لمدة سنوات عديدة، وهذا كشف حزب الله بشكل كبير. وهذا يختلف عن المقاومة في قطاع غزة، أولئك في قطاع غزة محصنون بشكل أكبر ويعملون. أما بالنسبة للقتال اليوم الذي نراه في القوات البرية، حيث الجيش الإسرائيلي ركز 4 فرق عسكرية في من منطقة الناقورة وحتى الجبهة الشرقية في العديسة وكفر كيلا، حتى الآن لم تبدأ العملية العسكرية البرية نهائيا. هناك عمليات استطلاع في القوة، هناك عمليات جس المواقع الدفاعية من قبل اليهلوب والهندسة الإسرائيلية لمعرفة الحصون ومعرفة الترتيبات. هناك ضرب للمستودعات والصواريخ والأماكن الحية لحزب الله، إلا أن الحزب هي مسرح عملياته، وحيث الجغرافيا في تلك المنطقة تخدم حزب الله بشكل كبير، أو عناصر رضوان والغدير وكذلك بدر وأفواج العباس في تلك المنطقة. لذلك نرى هناك تصدي كبير للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. اليوم هناك عملية تدمير ربما 3 دبابات في منطقة يعني في منطقة ميس الجبل، حيث المحور الأساسي للجيش الإسرائيلي باتجاه بنت جبيل وباتجاه تلك المناطق. طبعا اليوم يعني الخطابات الشعبية التي نتكلم عنها، اليوم هناك 1.5 مليون من المهجرين، هناك تدمير كبير للقرى، وهذا ثمن باهظ يعني في تلك المنطقة. يعني وأي عمل عسكري إذا لم يكن مربوط أو مرتبط، والأستاذ يعرف ذلك، بهدف استراتيجي سياسي يحقق للمنطقة أو يمكن أن يحسن وضع المنطقة أو وضع الفئة التي تعمل في تلك المكان، وعملية حرب من أجل الحرب. لذلك حتى الآن الحرب طويلة، الحرب استنزاف كبيرة، ربما يكون. أنا عندي نقطة في البداية سيادة العميد سيادة العقيد، لكن أنا وقت خلص، فأوجه السؤال الأخير للأستاذ دكتور حسن. دكتور حسن، الأستاذ سيادة العقيد أحمد بيقول الحرب مستمرة. الآن كنت بطلع على آخر الأخبار وعرفت أنه بايدن كان اتصل نتنياهو اتصل ببايدن وكان أشد اعتدالا، وتحدث على أنه على ضربة بإيران وإلى آخره، وأنه إسرائيل لن تنتظر الضوء الأخضر لضرب إيران، لن تنتظر الضوء الأخضر من أمريكا. سؤالي بقى لحضرتك يا دكتور حسن، وده الأخير خالص لأن الوقت خلص في أقل من 2 دقيقة أرجوك. دكتور حسن، هناك من قال أن نتنياهو يجر أمريكا إلى حرب عالمية في المنطقة، إلى أي مدى الكلام ده حقيقي؟ هو يسعى لذلك لأنه هو يريد حرب شاملة في المنطقة، يذهب بها إلى إيران ويدخل في إيران، وهو لا يستطيع فعل ذلك في إيران. لذلك هو يستعين، يريد يعني موقف أمريكي أو مشاركة أمريكية بهذا العدوان. هذا جانب. والجانب الآخر، هو يدرك نتنياهو الآن أنه في ورطة، في أزمة. في غزة هناك حرب استنزاف كما يقولون، وفي أيضا جنوب لبنان حرب استنزاف. وأنا أريد أن أقول لصديقي ضيفك أنه الإسرائيلي يقتل لكنه لا يقاتل. نرى يستخدم التكنولوجيا العالية ويستخدم الطيران
يقصف في كل مكان لكن على الأرض. وأنا سيادة العميد هرجع لك. أنا أعيش في الضفة الغربية هنا، لا يستطيع دخول مخيم صغير في كيلو متر مربع واحد، وإنما يوجه الطيارات المسيرة وأحيانا الأف 16 لضرب تجمع من السكان الفلسطينيين، بحيث أنه كان في مجزرة 16 أو 18 شخص قد استشهدوا هنا في مخيم طول كرم، وقبل ذلك في مخيم جنين، وبالتالي لا يستطيع الدخول بري على اعتبار أنه هؤلاء جيش مستنزف، جيش تعب كثيرا، ولكن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتعب، والمقاومة مستمرة، والإسرائيليين سيرحلوا آجلا أم عاجلا، والأمريكي سيذهب للتفاوض مع قوى المقاومة مع حماس وأيضا مع حزب الله كما فعل سابقا في فيتنام وحتى في أفغانستان. هو صوت الدكتور حسن عمال يوتر. طب سيادة العقيد ليك رد في أقل من دقيقة. لا أقول أنا بأن هذا الجيش هو جيش نزيه أو مقاتل، لا سمح الله، لا أدافع عن إسرائيل الدولة المجرمة العنصرية التي قتلت شعبنا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي مصر وفي كل هذه المعارك. اليوم هناك ما يندى له جبين الإنسانية في جباليا وفي الصيرات وفي دير البلح في مشفى شهداء الأقصى. أنا قلت هذا الكلام على شاشات عديدة بأن هذا الجيش ليس يقاتل ولكن هو قاتل. النجاحات التي حققها في قطاع غزة هي تدمير قطاع غزة وقتل 45 ألف من سكان قطاع غزة و150 ألف من الجرحى. هذا جيش عنصري قاتل مجرم. ولكن بس يعني تمام، يعني احنا متفقين يا سيادة العقيد، احنا متفقين مع بعض، يعني متفقين. كل الشكر والتقدير للعقيد أحمد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. قد لا اتفق مع الدكتور حسن، فقط ان محور حول محور المقاومة الذي قتل الشعب السوري، هؤلاء الذين قتلوا في لبنان هم من قتلوا الشعب السوري وهم من قتلوا الشعب. لا يمكن لا أنا مستمع يا جماعة، الصوت واطي قوي عند الأساتذة الضيوف. حضرتك بتقول يا دكتور أحمد يا أستاذ العقيد؟ أقول أن ما الصوت. سمي بمحور المقاومة لن ينصر الشعب الفلسطيني نهائيا. من 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 عمل يا فندم؟ أقول محور المقاومة لن ينصر الشعب الفلسطيني نهائيا. ما نراه لا نسمع، لن نسمع في كل الفلسفات العسكرية بأن هناك محور مساندة، فقط مساندة. أين الجيش الإيراني وأين محور المقاومة، أين بشار الأسد؟ كل هذا المحور لم يفيد الشعب الفلسطيني في شيء. طيب دكتور حسن، حضرتك بتتكلم مع سامعينك. دكتور حسن اتفضل. أعلي صوتي؟ اتفضل. في عام 2000 عندما انتصر اللبنانيين الجنوب على الإسرائيليين وانسحبت دولة الاحتلال من جنوب لبنان، أعطتنا الأمل بإمكانية انتصار المشروع العربي المقاوم على المشروع الصهيوني، وكذلك في 2006. أما الذي جرى بما سمي بالربيع العربي فكان وراءه الأنظمة العربية نفسها وعلى رأسها أبو الغيط صاحب جامعة الدول العبرية وليست العربية، هو الذي سرد سوريا من جامعة العربية، وهو الذي دعا هؤلاء لاحتلال ليبيا وضرب ليبيا، وبالتالي المسؤولية مسؤولية النظام الرسمي. سيادة العقيد مش سامعينك، خليك المقاومة. طيب سيادة العقيد، لقد ظلم المطالبين بالحرية في سوريا وفي اليمن وفي مصر. نحن نطالب بالحرية كما أنتم تطالبون بالحرية. الحرية تكون فقط في مقاومة الاحتلال، ورمز هذه المقاومة هو فلسطين وجنوب لبنان. طيب يعني احنا متفقين، احنا مش مختلفين على حاجة يا دكتور حسن. سيادة العقيد احنا مش مختلفين على حاجة، يعني انا بحكي عن العرب. نعم. جنوب لبنان المقاومة، مقاومة نصر الله وايضا مقاومة حماس وكل الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. انا على كل حال بشكرك جدا العقيد احمد حمادة الخبير العسكري الاستراتيجي، بشكرك جدا دكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، كل الشكر والتقدير لحضرتك. الله يخليك، شكرا لك. عودا على بدء اللي قاله أمين عام جامعة الدول العبرية أحمد أبو الغيط، أنه المقاومة الفلسطينية هي اللي عملت كل ده، لأنه يوم 7 كان عنيف جدا وعملت عنف جدا ضد المدنيين، اسمهم المدنيين، يعني المقاومة الفلسطينية ما راحتش تل أبيب، ما راحتش العمق، دي كانت في غلاف غزة بس اللي هي بيقتنها مستوطنين، ناس جايين من دول أوروبية وأمريكا
قاعدين على الأراضي الفلسطينية في غلاف غزة هو سماهم مواطنين مدنيين. شوف شوف النصب، يعني واحد يجي يحتل أرضك وبعدين تيجي تدافع عنها فتبقى أنت ده مدني. فعودا على بدء، الدكتور عمار علي حسن نشر صورته وكتب البوست ده: العابر أحمد أبو الغيط، إذا قدر للتاريخ أن يكتب عنه فيما بعد نصف سطر، فأي قول ترونه سيدون فيها. العابر قصدي أحمد أبو الغيط، إذا قدر للتاريخ أن يكتب عنه فيما بعد نصف سطر بس، فأي قول ترونه سيدون فيها. أنت متخيل إيه؟ ماذا سيكتب التاريخ عن أحمد أبو الغيط؟ بس أسيبك تفكر وترد على الدكتور عمار علي حسن أرجوك، لأنه مهم جدا، اوعى تستهين بردك عليه، اوعى تستهين بالتعليق على البوست ده، لأن ده كل ما يكتر هيبقى رسالة لهذا الشخص إنه هو وجمعته لا قيمة لهم. وتخيل التاريخ هيكتب عنهم إيه. أرجوكم، أرجو كل من يشاهد الآن أن يتجه بعد نهاية الحلقة إلى حساب الدكتور عمار علي حسن ويقول له، يقترح عليه ماذا سيكتب التاريخ عن أحمد أبو الغيط. اوعى تستهين بالخمس ثلاث دقائق دول، دول مهمين جدا. اكتبوا قولوا له الدكتور عمار علي حسن الراجل ده هيتكتب عنه إيه في التاريخ. اليمن بتضرب من سنوات وتمزق، بتضرب من الإمارات والسعودية ومن إسرائيل وهو ساكت، السودان في حرب أهلية وهو ساكت، ليبيا انقسمت وهو ساكت، مصر بتبيع وهو ساكت، إسرائيل يعني بلطجي في المكان، ضربة غزة ومجازر العالم المتحضر مكسوف من المجازر دي، وده جنوب لبنان، وضربت اليمن، وضربت العراق، وضربت سوريا، وهو جاي يكلمنا عن انه كل ده بسبب احداث ثورة يناير او الربيع العربي. كل ده سايبه جاي يكلمنا عن انه المقاومة في 7 اكتوبر ضربت مدنيين عزل. ردوا على الدكتور عمار حسن وساهموا في هذا البوست لعل الرسالة توصل لهذا النطع ويعرف هيتكتب ايه عنه في التاريخ. أنا بشكركم جدا في نهاية الحلقة، وإلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.